تيه يا عمدة في الموال الماسخ ده. خلاص يا شيخ محمود، بالنسبة لموضوع راوية ده هنشوف، هنشوف إن شاء الله. يا ابوي هتشوف إيه؟ لك ما خدتش بالك من كلام أنت. ما خلاص يا سيدي قلت لك هنشوف، مش كل حاجة ليها إجراءاتها؟ أنا لازم أمشي بالأصول وأمشي بالقانون، أنت قلت اللي عندك وأنا قلت لك هشوف، يبقى خلاص. السكات على حاجة زي دي يا عمدة معناها موافقة على الفسوق والفجر. نادي نادي يا شيخ محمود، مطلوب محمود يا أخي. يا ابوي أنتوا الصراحة اللي لازم تلايموها عاد. ايوه، وتخلي الوليه اللي اسمها راويه دي تلايمها وتلم نفسيها، ولا حتى تغوروها بره البلد واصل، خلي البلد تنضف. اسمع بقى يا شيخ محمود، احنا سامعين كويس قوي ودريانين باللي بتعمله راويه دي، احنا مش نايمين على ودنا يا اخويا. تبقوا نايمين على عقولكم وقلوبكم عاد، ما تاخذنيش. طيب قول لي كده، سايبها ليه لحد دلوقتي ما كلمتهاش؟ اقول لك انا بقى يا اخويا انا سايبها ليه؟ لان لازم امسكها بالقانون، امسكها تلبس بالدليل، مش اي كلام جهجهوني كده وخلاص. انا مالك يا عم، والنبي ما تعصب نفسك، احنا في ايام مفترقه يا اخوي، النهارده عيد. خلاص يا شيخ محمود، خلاص يا اخوي قريب هتسمع اخبار كويس. في حاجه تانية يا اخوي؟ لا يا ابو، مفيش حاجه تاني. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قولي لي يا بنت، هو انت يعني سنك يعني قد ايه في الكايه؟ انا مش عارفه هو كم تحديد، بس يعني هم ساعه ما اتجوزت ابو العيله كانوا سننوني وكده. ايوه يعني حوالي، يعني مش بالظبط، يعني في حدود كده. طب بقول لك يعني ممكن كده يعني تروحي وانت جايه؟ ها؟ يعني تيجي كده وانت رايح. ازاي؟ يعني امشي يا بنت كده وانت بتتمشى عشان اشوفك كده وانا شايف. الامر لله، امر لله. ايوه. ها؟ هي راحت ما جاتش. في ايه يا انت؟ متكيف منك يا عمد. فاطمي بيتي يا فاطمي، انت يا بنتي يا فاطمي. يا حمدي ابو العيله، ازيك يا ابو العيله؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانت طيب. انا يعني يا اول ما لقيت حفيظه كده خارجه من الدوار قلت اجي للبنت فاطمي اعيد عليها واقول لها كل عام وانتم بخير ونقعد نتحدث مع بعضينا. اللي هي فين؟ في دوار العمدي. ايوه، هو ما بيقدرش يستغنى عنها خلاص، وهي بالتقصول تلاقيها راحت له برضه عشان تقول له كل عام وانتم بخير. تقصدي ايه يا حمدي؟ اقصد ايه؟ اقصد ايه؟ خليها براحتها، تدعك المواعين براحتها، تمسح البلاط براحتها. انت بتتلوني كده ليه يا وليه؟ ما تتكلمي بالمعدوم. قال يا لهوي يا مستهوي يا خرابي يا عرابي، لا بتلون ولا غيره. وانت اخويا مش هتقدر عليها، هتتشطر علي. انا بس حزنانه عليك، حد يسيب الفرس دي ويروح للبخل؟ مش عايز حاجه يا ابو العلي؟ كل عام وانتم بخير. تعيش وتعزم يا عمدتني. بيني وبينك يا اخويا انا اللي بحب اعزم ولا تعزم؟ ستقول ايه بقى الحفيظه؟ كل موسم الاقيها عزمان العيله وعيله العيله والكبار والصغيرين، ده حتى السيد اللي بيجي متخاف فيه عزماه، بس الحمد لله ان هو مش جاي
بقول لك ايه يا مبروك، يبقى اقعد اتغدى مكانه وانت هيخسره بخساره. تعيش تعيش يا عمده ابو الكرم كله. بس سيبك انت من شويتين دول، مش دي برضو يا عمده الموضوع اللي ماكنين بيني وبينك يا مبروك؟ البت فاطمه مجننهاني. معاش ولا كان اللي يجننك والعياذ بالله يا عمدتني. البت يا اخويا زي ما تقول ايه، شقت عقلي نصين وشقت قلبي خمس تربع، وقعدت كده واستربحت وقالت لي بقى اتلقى بقى وعدك يا مشتاق واتلسوع بنار الاشواق. والله البنت فاطمه عملت لها كرامات يا عم، وخليتك تقول شعر اهو. خد بالك يا عمدتني، عشقك للبنت فاطمه دي لازم تطببه لمصلحتك، لانك لو ما طببتوش لمصلحتك ممكن قوي يا سبحان الله يقل من هيبتك ومقامك. لا هطببه هطببه ونص وخمس تربع كمان. اسكت يا محمد بقى احسن لك. ها انت عمال تلاقي كتير. يا سلام يا اخويا، يعني راسك هي اللي ما فيهاش. اما فاطمه بتلاقي كتير في راس زينب. انت يعني يا اخويا جاي على ميعاد الاكل عيد؟ ايه الدناوه دي؟ ربنا ما يقطع لك عدا يا عثمان يا اخويا. يوم العز ما عندك التانيه ايه؟ كل سنه وانتوا طيبين. انت طيبه يا استاذ حفيظ. تعالوا يلا يا عيال، عيدوا على عموك العمدة وادعوا له، ادعوا له ربنا يكبر بخاطره كده. يلا خدوا منه العيدية. لا مش هدي حد حاجة، ما كفاية الطفح ده كله. العبوا عيد، يلا العبوا عيد. يلا يلا يا أولاد روح. يا أهلا يا أهلا يا دي النور. كل سنة وانتي طيبة يا سلفيتي، والسنة الجاية إن شاء الله يا أختي تكوني شايلة عوضك كده على إيديكي. ندرن عليا ندرن عليا لو حصل، يعني لو حصل. وما أمسي دي السايح لكنت بحالك ذبيحة، إنما إيه ذبيحة بحق وحقيقي. ربنا يجعله عيد مبروك علينا جميعا. انتي يا أختي لما عارفة إن قرايبك مش جايين، إيه ده كله؟ ليه كده؟ هي غرامة وخلاص. يا عمدي البركة في اللي موجودين. ربنا يديم العز. كل يا عمدي. ولا انا والشيف. كل. يلا بسم الله. يلا كل كل يا علوان. سيب يا عمدي انا هقطع لك اني ما تمديش ايدك انت ما تزفرهاش. خد. وانت خلصي واقعدي لي جوه. كلي يا حبيبتي. كلي بالهنا والشفا. يا علو عامر يا استاذ حفيظ. قول انت بقى. فصص لي. كل سنه وانت طيب يا عثمان. وانت طيب وفرحان، اقعد كل. فين العيدية؟ لما اكل اديك العيدية. اقعد كل. كل سنه وانت طيب يا حفيظة. اهلا يا اخويا، كل سنه وانت طيب. قول يا اخويا قول. قلت له يعني خلاص بعد ما تعبتنا دلوقتي الجديد عاجبك؟ قال عاجبني بس قال ودنه مقطوعه. قلت يا راجل ودنه مقطوعه انت راح تشغله في الاذاعه؟ بنتي يا حنان. يا نعمين يا ستي. اجري جيب لنا قمعين حلاوه. يلا يا بنت بلاش حسواكه. فراري. يا بوي يا بوي على الناس اللي ما عرفاش ربنا ولا خايفه منه دي اناس، اللهم ان لم تهديهم فخذهم يا رب. يا رب يا رب الناس الفاجره دي تاخدها يا رب يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفتي بقى إن كان عندي حق لما قلت لك أتجوز، وما قلتش كده يعني غية في الحريم ولا حاجة، بس عشان فهيمة واللي قالته. ياما نفسي أكسر نفسي. نفسي أنشف الضحكة اللي على طول مطلوقة في حل إيه دي. ما هو اللي ينشف ضحكتها دي إنك تجيبي العيل تقوم هي تتنقط وتعرف إنها لا هتطول أسود ولا أبيض. أنت عايز إيه دلوقتي يا عثمان؟ يوهو هو احنا اللي نقوله نعيده؟ ما قلتلك لازم اتجوز. ولازما ليه يا اخويا؟ ما نشوف اي صرفه تاني. يا حفيظه هنضحك على بعض. يا بنت الايام بتجري والسنين بتفوت. هنت عليك يا عثمان.
عليك العشرة. ولا عمرك تهوني أبدا يا بنت. فهميني، أني وإنتي ملناش غير بعض، وأني وإنتي نعتبر واحد، يعني أني بقيتك وإنتي بقيتي، وملناش أي حد في الدنيا غير التاني. وأخويا علوان زي ما أنت فاهمة يتمنى إن أنا أموت النهاردة قبل بكرة عشان يورث، وإخواتك المقاطيع دول اللي واقفين في ظهرك وعاملين إنهم حامينك يتمنوا اليوم اللي تروحي فيه. إيه بقى اللي يرجع كل دول عن اللي في نيتهم؟ حاطط عينك على مين يا عدمان؟ شوف برضو الولية تقول لي حاطط عينك. يا بنتي أنا مش بقول الكلام ده طمعاً في الحريم، أنا بقوله عشان الصالح. أيوه يعني مين؟ يعني إيه رأيك في البنت فاطمة؟ فاطمة مين؟ فاطمة مين إيه؟ فاطمة اللي بتخدمك تحت في الدوار. عايز تتجوز خدمتي؟ عاوز تعمل راسها براسي؟ عاوز تخلي مقامها من مقامي؟ لا، هتفضلي انتي ست الستات. وهي بنت البتات. يعني انت تقولي لها يا بنت، هي تقولك يا ست. طب دي متجوزه يا عمدي ولا دي كمان ما تعرفهاش؟ يا ست انت بس قولي اي ومالكيش دعوه بحاجه، كل حاجه سهله في ايدينا. هتطلقها من جوزها يا عمدي؟ يا بنت تفهمي، دي عيله وحدانيه، يعني لا عيله ولا ظهر ولا سند، يعني يوم ما تخلف وناخد منها ابنها محدش هيقف ليها ولا يطالب بحقها. قلت ايه؟ يا رب توافق، يا رب توافق. البت تحت واني فوق تعبان. حواف، تعالتي ليه؟ شوف يا ولالة، أنا مانيش رايحة أدور لهم تديه تاني. أدلة، إيه اللي حصل يعني؟ ما حصلش حاجة.
أنا مانيش رايحة أدور العمدة ده تاني حتى لو فيها موتي، بس كده بس. ايه اللي مرمغك في التراب كده؟ حاوليه يا رب. مش كفايه بقى يا رب ذل ولا ايه؟ كفايه يا رب. انت ما بترضاش بالظلم ابدا يا رب. انت رحمن رحيم. اكتب لها نهايه بقى يا رب. ارحمني يا رب برحمتك. انا مش بعترض يا رب على حكمك، بس انا تعبت تعبت يا رب. يا رب ارحمني بقى يا رب. ايه اللي مرمغك في التراب كده؟ وقعت يا ابو العيلة في الارض. وقعت. ايوه وقعتي. واللي يقع بيتمرمغ من كل يمن كده؟ ها؟ تقصد ايه يا ابو العيلة؟ ها؟ قصدك ايه؟ العمدة مش طايق يبعد عنك دقيقة واحدة. ليه يا فاطمة؟ ليه كل ساعة والتانية يبعت يجيبك؟ السؤالات دي يا ابو العيلة؟ السؤالات دي تقصد ايه؟ قصدي انت عارفاه وفهماه والناس كلها بتحكي وتعيد فيه، وانا حمار بيه مش فاهم. انا اقول العم دي بقى طاري وياني كده ليه؟ هي الحده يا اولاد تحد في كتاكيت. انت مش ابو العيلة. انت مش ابو العيلة. مش ابو العيلة. لو يجيب لي الحكيم ويبعت لي فلوس ويديكي كحك. خسارك يا خسيس. خسارك يا خسيس يا ظالم. أني؟ أنا تزومي فين يا صامي زي كده؟ أنت اتخبلت في مخك يا راجل. خبل؟ ايوه. أنا بعد كل اللي عملته عشانك ده تظن فيا صلي دي يا ابو العلي؟ أنا شايلك أنت وأمك وعيالك في حباب عيني الجوز. أنا تتهمني تهمة زي دي؟ أنا تتهمني تهمة زي دي يا ابو العلي؟ أنا تعليك فاطمي يا ابو العلي؟ ومقام السايح ومقام السايح ما انا قاعده لك فيها دقيقه واحده يا ابو العيلة. ايوه مش هتقدري ترجعي للعمده تاني. لا انا ما رجعش للعمده يا ابو العيلة. ما رجعش للعمده يا ابو العيلة. انا غايره من الدنيا كلها. غايره من الدنيا كلها يا ابو العيلة. ومقام سيدي الحسين يا ابو العيلة ما حدش يشوف خلقتي تاني يا ابو العيلة. يا بنتي مع الكلب ده كلب. اوعى يا ابو العيلة بقى. كفاية. Thank you.
الدنيا تعبتني قوي يا غالي، وجرت عليا وظلمتني. هي والله يا امي ظلمتني، وحتى ابو العيله جوزي هو كمان جرى عليا وظلمني وظني فيا العيب. واني والله يا امي ما عملت حاجه. الله يسامحك يا ابو العيل. لا الله لا يسامحك يا ابو العيل، الله لا يسامحك بحق الظلم اللي ظلمتهولي. انا مش مسامح، والله انا ما مسامح. لا يا رب لا لا، سامحوا النبي يا رب، انا ما استحملش عليه حاجه. الله يسامحك يا ابو العيل، الله يسامحك يا ابو العيله بحق ما ظلمتني. الله يسامحك يا ابو العيله، الله يسامحك. بسم الله الله اكبر. السماء صافي والقمر بدر. ايوه والطلع هيتوافق، باين انك هتنولي المراد يا ست الستة. يا رب يا نظيمه. بس انت بقى والنبي يلا بسرعه، حسن انا جبتتي متلبشي. جمدي قلبك عشان سعيني يجي بفايدي. النسوان والكودي مستنيينا في الدار. يلا بسم الله. عارفه لو ما حصلش يا نظيمه المره دي انا هموت نفسي. بس هموتك انت الاول. ايوه المره دي هي اللي عليها العين والني، بس انت تقولي اللي حفظتهولك. طيب يا ساتر يا رب عليكي، انت مالك يا وليه كده بتتحولي؟ انت بقيت شبه العفاريت ليه؟ القبر ده ينفع. ينفع ازاي يعني؟ تقولي اللي حفظتهولك وما تغلطيش واني ماشيه. لا طب خليكي والنبي قاعده معايا شويه. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لابد ان تكوني لوحدك. ليه؟ وانا هستناك هناك. ليه؟ طب قولي لي هي الاسيد هتطلع لي هنا ولا ايه؟ ايوه 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 اللي ايوه. وحشتني يا غالي، وحشتني ضمتك قوي يا اما. والنبي يا اما تاخديني جارك، خديني حداكي. انا خلاص مش عايزه اعيش الدنيا دي، والله يا اما انا ما عدت قادر اعيشها. خديني حداكي يا اما، والنبي يا اما تاخديني حداكي يا اما، خديني حداكي يا اما. الله يخليك. يا رب يا رب الانس والجن، ارمي في بطني حصوة عيل ان شاء الله هيحوحد باسمك يا رب. انا يما والله زي ماني، والله يامي انا زي ماني. لو لقمة قد كده بتفرح قلبي وتبسطني، بفرح بنسمة الهوي لما تهب علي وانا وسط عيالي وجوزي. جوزي يما اللي جرى علي، بدل ما يوقفني اللي ظلمتني ويقول لها غوري غوري من طريقنا يا بنت الكلب، جرى علي انا يما. بدل ما يقول لها انكشحي انكشحي. الحنين يا نظيمة، الحنين يا نظيمة، طلعولي بقى ينوك. يا علي انا يما، يا علي انا يما. ربنا ما يحرمك من نور عينيك يا فاطمة، ويديك على قد طبتك وصبرك على همي وهم عيالك وابوهم. ربي يكرمك ما يحرمك يا بنتي. اما فاطمة خرجت من البيت يا ستي. بتكلميني يا زينب؟ بس يا بنت يا زينب، نامي يا بنت. ابا ضرب امي وخرجها من الدار يا ستي. ضربها؟ ابو العيلة؟ انت يا ولا ابو العيلة؟ ايوه يا امه. يا ابو العيله بكلمك رد علي. ايوه يا امه. قال يا ابني انت ضربت فاطمه وخرجتها بره الدار. هي دارك ده تبقى حاجه من غير فاطمه، ولا انت تبقى لك لازمه من غيرها؟ خيبها عليك تضربها ليه يا ولا؟ ده هي اللي شايلانا. قطعت ايدك بعد رجلك. اما انت مش عارفه حاجه يا امه، ان
مش عارفه حاجه. انا مش سامعاك ولا عاوز اسمعك. انت تخرج قوامك تجيبها، ولو ما رجعتش بيها ما ترجعش، ولا عاوز اشوفك. ازيك يا حسين؟ بهدي؟ ابو العيله؟ خير؟ فكرك يا حسين، لو فطني زعلت مني زعله جديده، ممكن تاخد بعضيها وتروح على فين دلوقتي؟ وانت ليه تزعل فطني زعله جديده من اصل؟ وانت مالك يا اخي؟ الا هالبتة ما تكون راحت عند العمدي؟ لا لا لا، ما ظنش. لو كان حد شيع عليه انا كنت هعرف. رحت فين بس يا فاطني؟ انا قلت هتهدي خلق ايه وترجع، بس ما رجعتش. خيها عليك يا ابو العيله، هي هتلاقيها منين ولا منين بس؟ هيبقى انت وحفيظي في يوم واحد. مالها حفيظي بفاطني؟ الله يجازيه، سلطت البنات على فاطني، مسكوه وضربوه ومرمغوه في التراب. يعني يا فاطني كل دي فكرك تكون راحت فين؟ هتروح فين بصحيح؟ دي لا عم ولا اخ ولا بنت خال. ايوه انا عرفت هي راحت فين. راحت فين؟ طب قول لي يا ابو العيله. طب على ماه كده. امال انا غلطان؟
والنبي ما تزعلي. قومي بينا نروح. يا بت خلاص بقى. والنبي ما انت زعلانة. وما أمي السلاح ما انت زعلانة. تنقطع ايدي يا ستي اني اتمدت عليكي تاني. بس انت برضك ما كانش ليكي حق. كان لازم تحكي لي. خفت. خفت يا ابو العيلة. خفت لا تطق في دماغك تعمل عملة كده ولا كده مع العمدة ومراته. ودول الناس مستقويين وما يعرفوش ربنا. وبرضك ما كانش ليكي حق تزعلي الزعل دي. يعني تظن فيا الظن دي ومش عايز نزعل يا ابو العيلة؟ يا بنت دي معناته اني بحبك وما استحملش كلمه واحده عليكي. دمي فار عقلي فط. ما كنتش متملك نفسي. خلاص السامح بقى يا فاطمه. لا اني زعلان زعلاني خالص. ما مش سايح ما انت زعلاني. لا انا زعلان زعلاني خالص يا بلال. واني مش قادر خالص مش قادر خالص يا فاطمه. اخس عليك يا ابو العيلة اخس. خلاص بقى. لا مش خلاص. قلنا زعلاني يعني زعلاني خلاص اني زعلان. فاكر يا عثمان لما جيت تخطبني؟ لا مش فاكر. البواخة دي. لا فاكر. كان عندي 17 سنة ونص. طب ما انت فاكر اهو. وكنت حلوة وصغيرة. وشي ده كان قمر. ولا شعري كان حرير. وايه اللي عكننه كده؟ والنبي يا اخويا ماني عارفة. أسره. وانت كمان كنت تخيل البنات في الكفر. كل البنات كانت هتموت عليك لكن انت كنت هتموت علي. يا ريت نموت. طب فاكر وانت بتلبسني الكردان وايدك جت يعني تتقطع ايدي قبل ما تيجي؟ يا اخويا ما هي بطلت تيجي. اتكسفت انا قوي وانت وشك احمر. في ايه يا حفيظ؟ عايزه ايه السعادة؟ مبسوطه شويه. عايزه اقعد اتكلم معاك كلمتين. الصباح رباح. يا راجل بقول لك مبسوطه شويه. يوه زمان كنت حسيس. ايه الغباوه دي؟ في ايه يا حفيظ؟ ما تنامي بقى ربنا يهديك. مش نايمه يا عثمان. ده انا عملت حاجات كتير قوي النهارده. ده انا رحت ال 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 الطرق وعملت زار طلع روحي فيه وعملت في نفسي كل اللي انت شايفه دي. وبعدين تقول لي تنامي؟ مش نايمه. كل دي عشان انا يا بيت؟ ايوه. اتريني في بالك وانا مش واخد بالي. تعرفي بقى ان انت كمان في بالي وانت مش واخده بالك. والنبي صحيح تصدقي ان انا عامل لك مفاجاه؟ ايه مفاجاه؟ ايوه. بعد السنين دي كلها مفاجاه؟ ايوه. غمضي عينك بقى. أغمض عيني؟ أيوه عشان المفاجأة. أهو. أيوه غمضي قوي. أهو. أنا مغمضة عينيا بإيديا.
يلا فاجئني. عثمان تعرفي يا بهاني، أنا مستعدة تغيب عن خدمة الميري النهاردة عشان أقعد أتكلم معاكي وأملي عيني منه. ما أنتي عارفة أنا ما عنديش حد أتكلم معاه غير، ماني غلبان ووحداني. زي ما تقولي كده عامل زي زرع البحر تمام، المية تاخده ترميه، مطرح ما ترميه ترميه، زرع من غير جدر. ماني عمري كله راح في خدمة العمدي، هو خد عمري وأنا ما خدتش منه حاجة. داني عمري ما حبيت ولا اتحبيت ولو حتى بالكد. أني اصلا عمري كله كدب في كدب. ايه ده يخيبك يا دي الوليه، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ الداري يا حلوه الداري. يخرب بيتك وليه، انت على طول يا وليه طالعه لي زي القدر مستعجل. يا اختي لو غيرانه وبتهري مني اعملي زيي. انا اعمل زيك ليه؟ اعوذ بالله. يوه وماله زيي، ما انا زي الفل اهو. اهري يا مهري وانا على مهلي. الارض بارت وشققت وخلاص، والجدر لما تعملي فيه ايه ما منوش فايده. يا وليا لمي روحك بدل ما رقعلك على صدهك اللي طول كده دي. وانا يا حبيبتي وولادي الخمسه كده هننزل ناكلك اكل بسنان. يا اختي جاتك نيله عليكي وعلى عيالك الخمسه، جاتك نيله. سديتي نفسي؟ شفت اللي تنكسر رقبتها ويعددوا عليها من بدري بتقولي ايه؟ ما قلت اللي جايبه لروحك وتعبه نفسك على الفاضي. ما قلتلك اتجوز واجيب العيل، وما هي بقى تلاقيها مكتومه وملكومه. لا ما خلاص، ده البشاره بانت وبين كده المراد حنوله وحكيد العزال ان شاء الله. نظيمة برضو أقطع دراعي من رجلي إما كان كل الكلام ده أوانطة في أوانطة. لا ما أنت أصلك ما عرفتش. إيوه ما عرفش ومش عايز أعرف. بعدين إيه اللون اللي أنت لابساه ده؟ أنت عندك الحظبة؟ أنت أحلى لون يليق عليكي اللون الأبيض من فوق راسك كده لتحت رجليكي. إيه يا عثمان وهنا لسه عروسي؟ لا الكفن. لساكي زعلانة يا فاطمة؟ أنا مش زعلانة منك يا أبو العيلة، أنا زعلانة من الدنيا. ملعون أبو الدنيا اللي تزعلك دي. طب إيه رأيك؟ أنا هاخدك ونروح مقام سيدي السايح النهاردة. صحيح يا أبو العيلة؟ أيوه صحيح، وهنقضي اليوم كله هناك. يا ما أنت كريم يا رب، يا ما كان نفسي أروح يا أبو العيلة، ده أنا صدري طابق علي. وقلت يا رب يا رب نولها لي اقرا الفاتحه المقام سيدي السايح وادعي ربنا يعدلها لي، يعدلها لنا والنبي يا رب. امين يا رب امين. يلا يا بنت يلا بينا. يلا انا بقول لك اه عمده عشان ما تقولش ما حدش نصحني، الست اللي اسمها راويه دي لازم تخلص منها يا عمده. ايوه هتهيج علينا الناس وهتقلب علينا البلد، وبعدين احنا مش ناقصين يا عمده، ممكن الناس تقول ان انت موالس معاها. اي والله ممكن يقولوا كده. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لا إلا الحرام. وبعدين الراجل اللي اسمه محمود ده برضه يا عم أنا ملاحظ كده إنه ابتدى يزيني في الدور ده. لا محمود ده ما تخافش منه، ده عضلاته في لسانه مش هيعمل حاجة. برضه يا عم ده مين عارف، يمكن يقلب علينا الناس. وأدام ابتدى يزيني في الموضوع ده يبقى هيقعد بقى يعملوا البنا في بوقه، كل ما يطلع على منبر ولا يقول خطبه هيقعد يعيد ويزيد فيه، وإحنا مش ناقصين يا عم. يعني أروح ليه؟ تروح لها مين؟ أنت العمدة. انت تبعت تجيبها وتحذرها هنا اهو وتهددها قدام الاسم محمود دي عشان يعرف ان البلد ليها كبير وان كلمتك ماشيه على الصغير والكبير في البلد دي. يا ابو العيلة خد تعالى هنا، خد تعالى. ازاي رجلك عامله ايه دلوقتي؟ هي عاله اهي.
طب الحمد لله. تعالى بقى هم ورايا عشان عايزك في كلمتين دلوقتي. ضيه يا عثمان. ايه دلوقتي دي؟ وراك الديوان ولا وراك الديوان؟ لا عدم المؤاخذه يا باشي، انا بس كنت واخد الجماعه كده ورايح نزور مقام السايق. كيتك ايه ياله؟ مقام سايح ايه؟ سيدك العمده دلوقتي؟ ابقى من مقام سيدك السايح. امي ياد وراي، عايزك في كلمتين. يا كده دلوقتي ولا ينفعش بعدين؟ وبعدين يقعد انت اللي ما تقطعش بنزقك. امال يا ابو العيل، هم هم ورا العمده. امشي ياله، امشي. امي على اراد. العافية يا خال. يا لهوي يابا، يعني محروم. اقفل ده. ما تخافوش. ايه اللي جابك هنا تاني يا محروس؟ عايز اشوف منار. رحت لحد الدار، لقيت الخفار محطوطين حوالين مناته. طب انا اعمل لك ايه يا محروس؟ تروح هنا وقتها وياك يا فاطمه. عايز اشوفها واتحدد وياها شوي. الله لا يسيئك يا محروس، كفايه اللي حصل. النبي يا شيخ، النبي يا فاطمه، احب على قلبي عشان خاطر عيالك. ما تقطعش قلبي وياك يا ابن ابو سالم. عارفه يا فاطمه، انا جيت لك انت بالذات عشان عارف انك مش هتكسري بخاطري ولا بخاطر منار. في عرضك يا فاطمه، انا عارف انك بتحبيها. خلاص خلاص، هروح اجيبها لك وربنا يسترها معاك ومعايا. امين. خلي بالك من العيال. في عيني. اقعد يا واد التواف ليه؟ اقعد. اقول لك ايه يا ابو العيله؟ هتبقى انت الغفير بتاع الارض القبليه كلتي. وهديك كمان 5 جنيه في الشهر، قلت ايه؟ ايه؟ 5 جنيه؟ الكلام ده بحقه حقيقي. ايه؟ امال بكذب وكذيب؟ بتنقع الفزك يا ولد، اتخبط في لسان. عدم المؤاخذه يا جناب العمدي، بس اصل يعني 5 جنيه دي مبلغ وكتير كتير قوي. مش كتير عليك يا ابو العيل. شوف بقى، كان مروحك لسيدك السايح احسن ولا مجيتك ورانا احنا احسن؟ ده انت كده يا جناب العوم دي تستاهل 100 مقام. ده انت كده احسن من السايح ذاته. اي والله العظيم. قصدي انت مش واخد بالك يا ابو العيل، العوم ده حب. اي والله حبك كده اهو، لله في لله. انت عارف يا ولي، الشهريه دي مش ممكن ايوتها حد يتحصل عليها في ايوتها حته. دي شهريه كبيره مش كده؟ ايوه امال، انا برضك بقول كده. انا بقى زي ما تقول كده حبيتك لله في لله، زي ما قالك عمك الشيخ كده. بس يعني هي الارض مش عليها غفر كتير، لازمتها انا ايه في وسطيها؟ لا دول ما لهمش لازمه. انا عايز واحد يكون صاح، واحد كده يكون منتبه واكون انا باثق فيه. لكن العيال الغفر دول جاتهم 60 نيله تحش رقابيهم كلهم. طب يعني افرض يعني ان انا يعني حابب الشغل في الطحوني، ما هو انا اصلا طحان. تجننت يا ابو العيله ولا ايه؟ في حد يقعد يرفض شغلانه زي دي وبالفلوس دي؟ حد يقعد يهبل انت يرفض رزقه ورزق عياله كده اهو؟ ايه يعني حابب الطحونه يعني؟ وايه الكلام ده؟ يعني انت مش عاجبك الشغل حدايا ولا ايه؟ لا لا يا عم، مش عاجبه ازاي يعني؟ هو بس تلاقي الفرحة لخفنته شوية في نفسه كده يعني، ولا ايه يا ابو العيلة؟ استنى انت يا مبروك، ده هو بيقول لك انا حابب الطحونة وشغلتي طحان، يعني كلامنا مش نادر عليه، ولا ايه يا والي؟ شفت يا عمدي؟ اهو ملكوم وساكت في نفسه اهو، يبقى موافق يا عمدي. هو كده يبقى موافق؟ امال ايه، مش السكوت علامة الرضا؟ طب ما تقول كده من الاول جاتك نيلة، وقعت قلوبني. شوف يا واد، انا حبيتك كده لله في لله، وان شاء الله شغلك معايا ده هيخليك تشوف خير يا والي، خير كتير قوي من كل ناحية. هتقعد كده تلاقي خير خير خير، يعني ما شاء الله.
يا محروس. وحشتني قوي يا منار. وانت والله يا محروس. سرعتني يا محروس يا نطاط الحيط انت. الله يجازي اللي كان السبب. بقول لكم ايه؟ ابو العيله زمانه جاي. ابو العيله عالم بلاني فيه. ما تعوليش هذا. فاطمه قالت لي ان انت عايزني في حاجه مهم. اني خلاص هخرج بره البلد دي. الراجل اللي انا قاعد وياه قال ان ممكن يدبر لي مكان في مصر. ها ايه رايك؟ رايي في ايه يا محروس؟ تيجي وياه يا مناري. تيجي وياك فين يا ولي؟ وابوها وامها ها؟ هتعمل فيهم ايه؟ ما احنا هنتمم جوازنا الله، وانا هبيع اللي ورايا واللي قدامي في الكفر واسافر انا وهي وابوها وامها. هاي البلد دي تقعد فيه. عندك حق وحياة ربنا. بس اللي هو يعني ابو مناري هيلد عليه الموضوع ده؟ مناري حبيبتي هتكلمه وهيوافق باذن الله. انا همشي دلوقتي وهاجي لك بعدين. لو ابوك وامك وافقوا يبقوا لي لفاطمه وانا اقول لك تعمل ايه. مع السلامه. اوعى نفسك يا محروس. لا حول ولا قوه الا بالله. جبت امك يا اختي. يا عندها شرطي الدم كده. الطماطم بدوت يا ابوي. بهدل. العوافي عليكم. ازيك يا عمدة؟ واحد يا اخويا من رجالتك اللي ماشيين وراك كده في الرايحة والجاية جالي لحد داري وقال لي انك عايزني. يو قصدي عايز تكلمني في حاجة. يا ستار عيوب العيبين يا رب يا ابو. خير يا عمدة؟ يا عمدة فيه ايه؟ يا جانب العمدة يا حاج عثمان. ايوه الست راهي بتكلمها. ها؟ ايوه نعم حاضر. ايوه نعم حاضر. ايه؟ بتقول لك انت بعت لها عايز منها ايه؟ اني؟ امال اني؟ خير يا عمدة؟ لا الحقيقة بقى مش خير. شوفي يا ستنتي، احنا هنا في بلد أرياف، يعني احنا مش في مصر كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لا، البلد دي فيها عمدة وفيها ضبط وربط وفيه قانون لازم ان يمشي على الكل، واخده بالك انتي؟ وبعدين لمؤاخذة يعني انت لبسك كده يلفت النظر، وبعدين اعمالك كلها يعني ما تصحش وما تلدش على حد ولا ساب. طلعوا طلعوا على النجور جنب ما تتنجور عليه. يا ست راوية عدم المؤاخذة يعني انت ليه مستخفة بالكلام كده؟ عدم المؤاخذة يا عمدة يعني، بس اقل حاجة تتقال على كلام الست يعني انه ما يصحش وعيب يا عمدة. هو ايه اللي عيبه وما يصحش؟ ليه؟ هو انا بعمل ايه مزعل القانون مني يا عمدة؟ شوفي احنا مش عايزين نخوض في الحكاية دي. لا انا احب اخوض، اخوض قوي واستفسر عشان ابقى واعية وفاهمة. خلاصة الكلام يا ست، انت تبعدي عن بنات الكفر خالص، واللي ليك هنا في البلد اتبعيه وتشوفيلك بلد تانية. حلوين قوي، شربات قوي، وايه كمان يا اخويا؟ هو اطلعوا اطلعوا على الفجر وغلد العين اطلعوا. شوف يا ستنتي، أنا بحذرك أهو قدام الشيخ محمود، وعشان برضو ربنا يبقى شاهد علينا. اللي فات مات وعافى الله عما سلف، لكن في اللي جاي بقى أنا مش هسامح في أيوتها حاجة غلط. شوف يا شيخ محمود، لا شوفوا بقى كلكم، أنا بجوز البنات اللي ما عادوش لاقيين يتجوزوا، لأن يا حبة عيني اللي عنده بنية دلوقتي ما بقاش قادر يأكلها المش، مش يجهزها ويجوزها، وأنا بقى بوفق لهم جوازات تعدل حالهم وحال أهاليهم عالسنة والكتاب، يعني شارع يا شيخ محمود. هو ده القول اللي عندي يا يو. لو أنت اسمك إيه يا عمدة؟ اللي تقولي عليه يا أختي راح عن بال. أيوة افتكرت.
يا سي العمدة عتمان. خلصت الكلام يا ست، قصدك ايه انت دلوقتي؟ قصدي يا اخويا ان انا ما بعملش حاجه اسوأ من اللي بيعمله غيري، على الاقل انا بدفع ثمن اللي بعمله، انما غيري بقى بياخد ولا يدفعش، ويجوع ولا ياكلش، ويضيق يا اخويا ولا يساعدش، ولا ايه؟ انا كده خلصت الكلام اللي عندي، فوتكوا بقى بعافيه. العوافي يا سي العمده عتمان. بقول لك يا جناب العمد، الوليه دي يندب في عينها عضوره بكزان والله. لا يا عمده، سامعني؟ لا يا ابوي، انتوا لازم تربوها الوليه دي، لازم تعملوا حاجه. استغفرك ربي واتوبوا اليك. دي السلام عليكم يا ابوي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا غزه والله الراجل تعب. بس اقول لك على حاجه يا عم، الست ده هي اللي ادت فرصه للراجل ده انه يقعد يحقق ويقرر وكده، والصراحه بتاعت ربنا يعني عنده حق. بس الست دي يعني لخفنتني كده في الكلام وخدتني في دوكه. دي ست مخروطه خرطه على المخرطه. اي والله شفتها يا ولا لما قلعت كده واللحم الابيض طلع كده ولعلط وزعلط. ايوه انا كنت شايف اللحم الابيض ده من قبل ما تقلع العبايه يا عم. وبعدين ما هي اللعلطه دي هي اللي جايبانا ورا عدم المؤاخذه. لا بس دي اعربه اعربه وذنبها حامي. هو دي الكلام يا عمدي، هو دي الكلام، ذنبها حامي صح. شفت يا عمدي البت مقصوفة الرقبة هي وجوزها عملوا ايه؟ مين مقصوفة الرقبة هي وجوزها؟ اللي ما تتسمى فاطمة. مالها فاطمة؟ مش طلعوا مخبيين الواد محروس في دارهم هي وجوزها الواد الطحان؟ ايه؟ ايوه ايوه يا حضرة العمدة، أنا شايفة الواد محروس خارج من دارهم بعينيا دول، بس هو ما شافنيش لما أنا شفته وهو خارج من دارهم. أنت يا غبير أنت وهو؟ مالك يا شيخ محمود؟ ايه اللي مزعلك كده ومشايلك الهم؟ فضفضلي قولي، ولا انت غاوي تشيل الهم لوحدك؟ يا ريت الناس كلها تشاركني في الهم ده وتشيله معاي، ما كنتش خفت الخوف الواعر ده كله. ما تخدنيش عليكم مال يا شيخ محمود، قولي فضفضلي ايه اللي مضايقك الضيقه دي كلها؟ احوال البلد وناس البلد، زي ما اكون خايف على ناس البلد من ناس البلد، هي نفسها مرارة الخوف اللي حسيت بيها زمان سيئة ما حصل اللي حصل في بلدنا، واضطريت اهملها وهج منيها
اتشلتني وبلد حطتني لحد ما النصيب ساقني على بلدكم وجيت هنا وريتك واتجوزتك وانت حببتيني في البلد وناسها وجيت واحد منيها زي ما تكون بلدي في الأصل ولدت فيها وشبيت فيها. طب وربنا المعبود في ناس ياما بيحبوك وبيفتكروك انك من البلد اصلا ومولود فيها بصحيح. اهي الناس دي اللي انا خايف منيها وعليها من الغايب زي ما اكون ما كنتش واخد بالي من جهل الناس دي. يا ابوي جهلهم شديد قوي واعر يا ام الغايب. يعني هما كانوا لقوا حد علمهم القراية والكتابة يا شيخ محمود وهم قالوا لا. يا بات يا بت الجهل اللي نقصده ملوش دعوة بالقراية والكتابة، أنا أقصد جهل الوعي والبصيرة، أقصد عمل قلوب وفقر الضمائر. ناس بلدنا ما بيبصوش إلا تحت رجليهم، طالما اليوم عدى والبطن مليانة وتمام يبقى ما فيش مشكلة في أي حاجة. الناس يا شيخ محمود الفقر غالبهم وكسرهم. ناس بلدنا ما عايزينش يفهموا إن ملو البطون من غير ملو العقول يهد ما يبنيش ويوطي ما يعليش ويوجع يوجع ما يدويش. هم الغايب قولت مهما قالت ما تشفيش. يا واد افهم بقى يا حمار حصاوي، انت لو قلت الواد محروس ده متاو في اني داهيه هنعتبرك شاهد ويمكن تاخد مكافأة كمان، لكن تنكر وتقول ان هو ما كانش مستخبي في دارك هتودي نفسك في 70 داهيه. ليه؟ لأن فيه 70 عين شافته هو داخل دارك و70 زيهم شافوه هو خارج من دارك. يا واد قول الحقيقي، خلص نفسك، انت واد غلبان مش حمل اللي هيجررك من ورا الموال الأخضر دي. قول لي بقى محروس خرج من دارك راح على فين؟ يمين بالله العظيم، يمين بالله العظيم ما أعرف، ثلاثة بالله العظيم ما قال لي. يا واد قال لك إيه؟ يا واد يا أبو العيلة العمد عارف كل حاجة، يا واد عارف مين بيقول إيه وليه وعشان ايه وازاي، فما تكذبش عليه يا والي. هتفضل مش شعبط في الكذب كده يا كذاب يا ابن الكذابه؟ معقوله يعني انا ارعيك واقف جنبك واحن عليك وطيب بخاطرك واديك فلوس من مالي واشفق على رجلك المتنيله دي وعلى حالك الزفت تقوم انت تتوب ابن الكلب المجرم دي؟ معقوله انا عارف اللي هيوديني في داهيه ويجيب له كل البلاوي طيبه قلبي؟ اي والله يا عمد مش كده؟ لكن لو اني بقى عمده مفتري وظالم كان كل الناس عملت حساب وكان كله خاف مني وكش كده زي الكتاكيت. لكن انا برضه من طيبه قلبي بقول دول اهلي وناسي ولاد بلدي، مش عايز يعني اشد عليهم ولا اظلم حد فيهم. اسمع يا واد، انت لو ما قلتش الواد ده متوي فين انا هخليك تقول جاي وروحك تستمنى تطلع ما تلاقيش طلوع. والختم الشريف معك، والختم الشريف ما اعرف يا عمدي صدقني. برضو لازم تكذب وعمال تنكر. ماشي يا ابو العيله، انا منكرش ايه وكان عندي في الدار، انما والله العظيم ما قال لي رايح على فين. انا مظلوم والله يا عمدي، مظلوم والله. ماشي خدوه يا واد، انت هو على الحجز لحد ما يجي جناب المأمور بكره الصبح يشوف له صرفه وياه. يلا امشي يلا يا عمدي، مظلوم امشي يا هلا، مظلوم والله. امشي يا هلا، امشي امشي ويا هلا، ما تقومش ليه الغلب دي؟ اي والله ومن سمعك يا عمد. طب بالاذن انا يا عمد بقى اروح. راح فين؟ تروح ايه؟ وانت يعني وراك ايه؟ لا في عيل ولا تيل مستنيك في الدار ولا حتى ولا عماره مستنياك. انا قلت الكلام ده يا عمد ولونك جاب متلوك كده يبقى انت عايزني في حاجه، وانا هبيط عنك يا عمد، انا عارفك اقسم بالله انا عارف. المهم انت عارف مسحب كده ليه واني ماشي يا راجل اللي ما فيه وصفه واحده اديتها لي وجابت معايا نتيجه الا كل مره يقدرق زي الشوال كده على السرير وشخير يجيب اخر البلد.
وكل مره خد يا عمدي وهتدعي لي، خد دي وهتدعي لي، وعمال ادعي عليك وعلى اللي جابوه. لا لا يا عمدي، انا وصفاتي عمرها ما خيبت مع حد ابدا. Yeah. يمكن انت يا عمدي بقى اللي بتستعملها غلط ولا حاجه. يا سلام، كل مره بستعملها غلط، كل مره غلط. بالك انت، انا ما بقاش يلزمني وصفات الدنيا دي كلها طول ما معايا اللي اسمها حفيظه دي، انا بشوفها بتغام. اهو الحائبا يا عمد، يعني العيب مش في الوصفات بتاعتي، عدم المؤاخذه العيب في المره اللي انت انيه. بالك يا شيخ مبروك، انا لو معايا البنت فاطمه دي كنت تبص تلاقيني كده، يعني تبص ايه؟ طب تبص على ايه؟ اهدي، مفيش خيشه، امشي اطلع بره، يلا بره. السلام عليكم. اهدي، عايز ما حدش يبص عليا كده وابقى لوحدي وتبقى معايا فاطمه كده وماني بقى ايه؟ ده ايه النوم ده؟ ايه النوم اللي على الغفله ده؟ عايز تنام؟ فرشتنا جاهزة يا أخويا، يلا بينا ننام. مش جاي لي نوم. هل هو بالك يا فاطمة؟ أنا حلاقيها من عتمان ولا حلاقيها من ناس؟ هتسيبونا في حالنا؟ سيبونا في حالنا يا ناس، نعمل ايه يعني؟ نموت نفسنا؟ احرق الدار؟ نموت انا وعيالي عشان عتمان يتهد والناس تخرس؟ صلي على النبي في قلبك امال يا فاطمه، مش كده يا اختي؟ طب ليه يا رب؟ ليه؟ حسد؟ على ايه؟ الفقر اللي مسوس عضمني انا والعيال وابوهم؟ البرد اللي بينهش في جتتني؟ احنا بننام بالليل متحشرين في بعض خايفين من قله الغطي، احنا بنقعد باليوم والاتنين لا بنشوف الزاد ولا حتى اللقمه الناشفه. طب ليه يا رب؟ يكونش غضب؟ طب غضب ليه؟ انا عمري ما عملت حاجه تغضب ربنا ولا عملت حاجه حرام. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه؟ مش كده يا فاطمة، مش كده يا حبيبتي. سيبيني. ليه يا رب كده؟ هو مفيش غيري؟ ليه يا رب؟ أنا بالذات اللي باليني بالهم يا رب. بتخلي يا رب الهم يروح لحد تاني يا رب، أنا فاطمية يا رب. بقول لك إيه يا فاطمة؟ ما تروحي يا أختي للست حفيظة استرجيها. حفيظه دي تتقل عمه ولا انها تشوفني؟ هروحي لها، انت خسرانه حاجه. وخلي بالك حفيظه لو عملت معاكي ايها معروف في الحكايه دي مش هتعمله عشان هي عايزه تساعدك، لا، انما عشان تعرفك انها تقدر تعمل كده. فكرك كده؟ هو كده وابو كده. تعالوا يا عيال، تعالوا اقعدوا مع حنان، وانا هروح مشوار وحاجة على طول. نيمي العيال وخدي الباب في ايدك وانتي خارجة. حاضر يا اختي، حاضر. يلا يا عيال، يلا يلا. ورب الكعبي ما حصل، ورب الكعبي لست حفيظه ما حصل، والله العظيم ما حصل. ده احنا طول عمرنا ماشيين جنب الحيط يا ست حفيظه. بالعقل كده يعني احنا لاقيين ناكل لما هنتوي حد في دارنا؟ بالعقل كده عليها معايا انتي. طيب قولي للمخفي جوزك، ناس ياما شافوا محروس خارج من داركم، حصل يا بت ولا ما حصلش؟ كدب وفتري، والله يا ست حفيظه كدب وفتري. انا مش عارفه النصايب دي بتيجي علينا منين، بس والله يا ست حفيظه ما حصل. ونبي يا ست حفيظه امان عليكي، الهي يا رب ربنا يرزقك يا رب وينورك كل اللي في بالك، وتزوري قبر حبيبنا المصطفى، وتزوري الكعبه، تتوسطي عند العمد لابو العالي. والله العظيم يا ست حفيظه ده قاعد في البيت بقاله ياما، رجله مكسوره ومش قادر يتحرك. ده احنا مالناش غيره والله يا ست حفيظه. والنبي تتوسطي عند العمد، والنبي قولي له يعتق ابو العالي لوجه الله، والنبي يا ست عياله محتاجينه يا ست. هات يا بت المداس. حاضر.
قادر يا ست. بوسي. عايزه توسخي لي رجلي يا معفني؟ امشي اطلعي بره، يا رب ياخدك انتي وجوزك. ليه كده ليه؟ ليه؟ ليه كده ليه؟ ليه؟ ده حتى الافتراء وحش. ايه يا عمري؟ ده الافتراء وحش، وحش الافتراء والله، ده حتى ربنا اسمه الرحمن الرحيم. ليه الافتراء ليه؟ ليه؟ طب وجامك بتضربني ليه؟ هو انا عملت حاجة؟ ويا البت الغلبانة دي عملت حاجة؟ ما هتضربت، انضرب وانت شاكر. يا عمدة ايه؟ مالك يا عمدة؟ مش طايق نفسك وبتخانق دبان وشك ليه؟ والله ما جيت جنب وشه والله. هش هش. ايوه ايه يا حفيظ؟ ايه؟ البت غلبانة، ما تستاهلش منك اللي انت بتعملي فيها دي. حنين؟ حنين؟ يعني الحنية وحشة؟ أموت في الحنية يا أخويا، أشوف منها ندعة. أهو جيت يا ضنايا، ألف حمد وشكر لك يا رب. يا فاطنة، فاطنة، أبو العلا رجع، أبو العلا رجع بالسلامة. أنتوا مش هترد عليا ليه يا أولاد؟ هتقولي القلة عاوزة بلي ريقي. كان بيستهيألي إن أبو العلا رجع، ولا أني كنت بخطرف؟ ما بترديش عليا ليه يا فاطمة؟ يبقى أبو العلا ما جاش، ها؟ ما جاش. قولي لي يا فاطمة، جرى إيه؟ عملوا إيه في جوزك؟ عمل فيه إيه اللي تجيله شوطة هو ومراته؟ إلهي ما يوعى ولا يستوعى البعدة. هيجي بكره، هيجي بكره يا بنت. ما انا عارفه انه ما جاش، قلت لك هيجي، هيجي يا خالي هيجي. قولي لي يا بنتي، جرى حاجه لابو العلا؟ جرى له حاجه؟ انت يا بنت حصل ايه؟ هيحصل ايه اكتر من اللي حصل؟ احنا خلاص ما عادش فيني بعد الذل والمهاني، هيبقى ايه بعد الدوس بالرجلين النكسي؟ هيبقى ايه؟ هيبقى ايه بس؟ هيبقى ايه؟ هو الغلبان يملك ايه غير انه ينحني للزمن يا فاطمة؟ عود الغلبان ضعفان، مش حمل ريح تهب عليه وهو واقف تقطمه؟ أنا لما بشوف الجوع في عينين عيالي ولا حتى يعض في بطني بقول الحمد لله يا رب، حمدك وشكرك. ولما البرد بيصحيني في عز نومي
بقول يا رب لك حكمة في كده. بس كسرت النفس قاسية، والمذلة قصاد اللي عايزين ياكلوا لحمنه ولا يعصوش ايديهم أكتر ألف مرة من الموت. أنا مش سامعة أنت بتقولي إيه يا فاطمة، لكن حاسة بيك يا بنتي واللي بجواك. ربنا على الظالم والمفتري، أنت على الظالم والمفتري يا رب، أنت على الظالم والمفتري يا رب. بالحق يا شيخ محمود، هي فاطمة لو كانت ماتت كده
تبقى كفري؟ طبعا. امال ايه؟ انت بس قول الحمد لله ان احنا لحقناها قبل لا تخسر دنيتها واخرتها. طب وايه اقولك يا شيخ محمود في اللي احنا عايشينه ده؟ بس مش كفر يعني البت لما تموت نفسها كده يبقى كفر، والظلم والافتراء اللي خلوها يتولع في روحها بس مش كفر؟ انا مش فاهم ليه ربنا ما بياخدش العالم المفتريه دي اللي نازله اذيه وعدوان في الخلق ويريح الدنيا منه؟ ليه ربنا سايب عثمان واللي زيه وما بياخدهمش ويخلي عشيتنا فل الفل؟ بس يا اسكت يا اسكت يا دوك في الخشمه، استغفر ربك، لا هتخرف في الكلام انت ولا ايه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ما هو برضك يعني ما عادش حد بيرحم يا عم الشيخ، والواحد مننا برضك ليه طاقه، والبت خلاص جابت اخرها، الحمل تقل على ظهرها قوي، كانت هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه البت المنكسره الغلبله دي؟ شوف يا حسان، في واحد من المؤلفاتيه الكبار قال ايه كلام مهم قوي، اسمع. قال لك ما كانت الذئاب ذئابا لو لم تكن الخراف خرافا. فاهم حاجه يا ادم الكلام ده؟ طبعا لا، بس انا برضك شايف يعني ان مفيش حد في الدنيا يحب انه يتزلق ويتهان كده على ولي. ما ديك طلعت فاهم يا مرزا هيك. شوف يا حسان، لما تداس كرامتك وتقول الطيب احسن، ولما عزة نفسك تتجرح وتقول يا حيط دريني، ويبقى كل همك في الدنيا انك تملى بطنك وتاكل وتشرب وبس، يبقى انت اللي بتهين نفسك يا حسان، انت اللي بتدوس على كرامتك برجليك. طيب والضعيف يا عم الشيخ يعمل ايه؟ الضعيف يقوى بعزته وكرامته يا حسان، يقوى بشموخه. الضعيف ضعيف الايمان يا حسان، مش ضعيف الجسم والبنيان ابدا. يا مهبل يا مختل انت. اهو كلام، كفايانا كلام، هاردونا كلام، كلام ابن عم حدي ياد. لا لا يا حسان، ده مش كلام، ده حق. طب جرب كده، جرب توقف في وش الظالم وتقول لا، جرب توقف وتقول عايز حقي وتصر لغايه ما تاخده. يا حسان، ربنا بيحب يشوف عزته وشموخه في خلقه. يا حسان، ما ضاع حق وراءه مطالب يا وكل اللي جابوه. ما قلت ليش ناوي تعمل ايه في اللي انت حبسه دي؟ هربيه. ايوه هتربيه ازاي يعني؟ يعني ايه ازاي؟ زي ما بيتربوا. انا قلت يمكن تكون ناوي تضايفه ولا تمشيه عشان خاطر السنيوره. في ايه يا حفيظه؟ ما تسيبينا نطفح اللقمه. انا عايزك تمشي البت دي وجوزها من الكفر كله. طيب حاضر ماشي، أنا بس عايزك تروقي كده وتشيل الموضوع ده من دماغك نهائي. ليه هو أنت اللي في دماغك موضوع غيره؟ يوه، ما تسيبينا نطفح بقى يا حفيظة. شوف يا عثمان، لو نسوان الدنيا دي كلها انشفتوا وما فضلش غير الميعزة دي برضه مش هتتجوزي. استحفيظة 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 حفيظة استحفيظة. فاطمة مالها اشتغلت رقصي؟ هو ايه اللي عيت؟ ايه؟ ومالك يا اخويا اتنفضت كده ليه؟ هيا بت، خلصنا منها وغارت في داهية؟ لا، دارها هي اللي ولعت ولحقوها هي وعيالها. مين دور البهايم اللي لحقوه؟ اهل البلد، اهل الخير. المهم هي فين دلوقتي؟ الشيخ محمود خدها بيته. يعني هي كويسة؟ شيء نروح ونشوف. شوف يا عثمان، لو خرجت بره البيت ده لا هكون سايبالك الدوار كله. أحسن. وهاخد أرضي وهروح لأخويا سيد، فاكره؟ قلت لها يا حفيظ، وأنا قلت إن أنا خارج؟ أنا كنت قايم أغسل إيدي. قولي لي يا زفت أنت. أيوه. احكي لي بقى كده الحكاية من الأول للآخر، بس كلمة كلمة وحرف حرف. وانا عايزك بقى بين كل كلمه وكلمه تقولي فاطمه. انا بقول الملك هدومك يا استفط يا استحفيظه.
تهمش عليك وعلى اخبار امك. والله العظيم ذنب، يعني الواحد ياكل ولا يشرب ولا يعمل ايه؟ ما تجيبي فاطمه تشتغل عندك يا ست روي، والنبي دي غلبانه وطيبه ومنكسره، وبصراحه كده عايزه اقف جنبيه. الله، هو مش الناس لبعضيها برضك ولا هو كلامه خلاص؟ وابو العيلة؟ ايوه، ماله ابو العيلة؟ بيحبها؟ الا بيحبها، بيحبها بس؟ يا هناكي يا فاطمة، يا هناكي يا فاطمة؟ يا هناكي على ايه؟ بيتها اتحرق والعمدة قابض على جوزها وحبسه، وانت تقولي لي يا هناكي يا فاطمة؟ جاتك الهم ما يتلم؟ ايوه يا هنا يا ست، وهي الواحدة عايزة ايه؟ غير راجل كده يبقى حبيبها وعايز يحطها في عينيه من جوه ويشيط ويزيد عليها لو حد بصلها بس بطرف عينيه. طب والكلام اللي داير يتقال عليها وعلى العمدة؟ قطع لسان اللي يقول كلمة كده ولا كده على فاطمة. وفي في الكفر كله، حتى في جمال وكمال فاطمة، يكشي بس هي الغيرة اللي بتاكل في كبد الناس. بيغيروا على ايه يا بنت انت يا مصورة الرقبة؟ على الضحكة الصافية اللي من القال يا دنيلة، على ابو العيلة اللي ما يستخسرش فيها نفسه وعينه، اللي قبل ما ياكل هو لازم يتطمن من الاول ان هي قبله كلت وشبعانة ومبسوطة كمان. ده يبقى يحبة عين امه لسه ما خلصت شغل في الطاحونة وطالع عينه وايده متقطعة 100 حتة، ياخد اجرته من هنا ويطير على البيت فرارة يشوف اذا كانت عايزة حاجة. ابو العيلة، هو في راجل زي ابو العيلة؟ فاطمة ست ولا كل الستات؟ عليا وعليكي وعلى فاطمة، الهي تختصي في ترعة ما يلاقوكي يا بعيدة. صدعتيني ده يا تصدعك، يلا امشي غوري. حاضر. جاتك مصيبة. عيني عليكي يا فاطمة، والنبي ما تستاهلي كده ابدا. اسكتي يا بيت، ايش فهمك انتي؟ دي اخرة المشي البطاء. هي بقى عايزة تعمل كده ليه؟ عشان دارها تروح حتة فحمة وتقوم اخدة بعضها وتروح تقعد حدا العمدة. كلنا عارفين الكلام دي. لا لا يا سعاد، فاطمة ملهاش في كده ابدا. اسكتي يا بيت، انتي ايش فهمك انتي؟ انتي ايش خشاشك كمان احنا في حوارنك؟ ايوة بيت، وما بتمشي من هنا. وما بيت، ما تجيبوا الشين، ما تجيبوهاش هنا تاني. بس برضو الواحد مش مصدق بقى البت فاطمي يطلع منها كل دي. انت اصلا طيب في مخك وما انتش دارب حاجة. طب ده اني البت فاطمي دي حاولت معايا كتير يامي. ايه؟ ايوه، وانك مني عارف ومتأكد يعني العمدة عينه مين هي، كنت دايما بكرشها وبعيدة عني. بس الكلام ده ما يطلعش بره يا زناتي ولا يروح لأي ودن غير ودانك. احسن بالله العظيم، بالله العظيم ازعل. عيب عليك، انت تعرف حنزناتي كده برضو؟ اسمعي يا منار يا بنتي، احنا ربنا ما رزقناش بغيرك. انا وامك انت نورت حياتنا، واللي انت فيه ده منغص علينا عيشتنا، ومش هتخرجي من اللي انت فيه واحنا فيه ده الا لما تجربي حظك مع حد تاني. حد تاني؟ محروس ابو سالم خلاص راحت عليه، وامر ربنا نفد فيه ومستقبله ضاع وطريقك وياه السد، والحمد لله ان ده حصل قبل ما يكتب كتابه عليك. لا يابا، انا مرات محروس ابو سالم وهو جوزي وهتني مراته مهما حصل. والله يخليك يابا، سيبني في حالي بقى. اخرس بقول لك واسكت ساكت. انا خلاص ما عدتش خايف منك ولا من ظلمك. اسمع الكلام اللي هقوله لك ده هو، واديني بقوله لك اهو في وشك وعيني في عينك. انت ظالم واني هشهد بالحق وهجرسك في البلد كلها. هتعمل لي ايه يعني؟ هترفدني من الميري؟ يا ريت، عدوي واشتهت نايبي. انا كده كده صايع وفقران، داني ما باخدش منك غير العيش الناشف ودود المش. هتعمل لي ايه؟ هتسجني؟ يا ريت، اكل ومرعى وقله صنع. مالك مستغرب ليه؟
أول مرة حد يقولك في وشك إنك ظالم وحرامي وقاتل؟ ما عشان كده سكاكينك حامية على رقاب الخلق. لكن لا يا عتمان، خلاص خلاص لكل ظالم نهاية، ونهايتك على إيداني. أنا اللي هخلص البلد كله من شرك وظلمك وفسادك. ايوه هقوله كده، ما اقولوش ليه يعني. دي حتة بني آدم، أخاف من بني آدم هيجوعني ولا يسجني؟ وما أخافش من ربني اللي أقوى من جبابرة الدنيا دي كله؟ أنا هروح أديهم له في جنابه واللي يحصل يحصل، هبعبع بالمفتشر وأجري على الله. جت وكسي يحنس بيها أخواته. ايه خير؟ صحيني السعادة ليه؟ ايوه حضرة العمدة، اني جاي لك عشان اقول لك انني قول انني يعني انت مصحيني السعادة عشان تقول لي انني ما تنطع عيال. ماني هقول اهو، اني جاي لحضرتك في الكلام. طب مين؟ ما أنا أدخل أجيب الفرد وأديك طختين أخلص منك، ما تتكلم يا نيلة. أنا هقول أهو، عاوز أقول لحضرتك إنك عمدي. طب ما دي معروفة، انطق يا ولد. أني وأنت أنت؟ ما هو الهبل له ناسه. أنا مش جبان ولا ضعيف قدام حد يا فهيمة، أنا بقدر الكبير وده احترام مش خوف ولا ضعف. وياك تقولي كده تاني لأحسن ورب الكعبة. خلاص ما تتحميقش قوي كده، أنت سيد الرجالة يا علوان، وهو احترامك لأخوك يخليه ياخد حقك وحق عيالك في كرشه؟ أخوك ده ما يجيش غير بالعافية. قصدك يعني أمسك في أخويا قدام الناس يا ولي ونبقى فرجة؟ ما انت لو تعرف الناس بتقول ايه عليك، لكن الكلام يجي لحد اصحابه ويوقف. انا بس اللي مش عايزه عكنينك. وانت لسه هتعكنيني؟ هي واقفه ناشفه كده مع اخوك تطلب حقك في ورثك منه وترجعه لك ولعيالك، وترفع صوتك كده وتحدده في مصالح الناس وحقوقهم بدل ما هو نازل فيها حش. وعلى الاقل تقف جنب فاطمه المسكينه والطيب بخاطرها، وتخلى اخوك بقى يسيب ابو العيله جوزها الغلبان. اتنحرر يا راجل، اعمل حاجه، خلي الناس تحس كده انك ليك كلمه بدل ما انت خيخه. خيخه؟ اني خيخه يا بت؟ مش انا اللي بقول كده، الناس هي اللي بتقول كده. وخلي بالك، زي ما عتمان حرق دار فاطني وحبس ابو العيله، بكره هو كمان يحبسك ويحرق دارك. عتمان ما حرقش دار فاطمه يا فهيمه، دي هي اللي حرقته. هي اللي ولعت في الدار من عمايل اخوك فيها وفي جوزها وعيالها، سود العيشه في وشها وبكره يسودها فيك انت كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب على إيدك يا شيخ مبروك، أحب على إيدك تكلمني العمدي. أنا ما عملتش حاجة، أنا مصدوم والله. وبعدين لازم أخرج، لازم أروح أشوف فاطمي وأمي والولاد والمصيبة اللي جرت لهم دي. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم يا رب. وكان عليك ده بإيه بس يا أبو العيلة؟ والله ما كان قصدي، والله ما كان قصدي اخبيها عندي يا شيخ مبروك. شوف يا ابو العلي، انا استاذنت جنب العمدي ان اجي لك واقدر احدد معاك،
انت غالي عندي يا ابو العيال وانت عارف. وانت عارف معزتك عندي قد ايه؟ ايوه بس انت غلط. اقسم بالله العظيم غلطت يا ابو العيال وغلط كبير قوي كمان. وندمان على الغلط دي. ومقام السايح ندمان عليه. ما هو مش كل مره يا ابو العيال. مش كل مره هيسامحك وعندك مهما كان العمده يا غالي. يعني له هيبته ولازم الناس تحترم الهيبه دي. ايه واني اقدر اعمل غير كده؟ اهو انت سبحان الله عمال يعني لما تخلي واد زي محروس دي يا ابو العيلة. ليه؟ ايه الحكايه مش كده؟ الواد محروس دي شوف يا ابو العيلة مش هنقضي الحكايه كلام وحديت يا اخويا. من افسد شيء عليه باصلاحه كده ولا لا؟ وانت عمرك يعني بتقول حاجه غلط عن الشيخ؟ خلاص يبقى انت كده بقى سبحان الله لازم تعوض العمر وتثبت له ولا ان نيتك صافيه وعمرك عمرك ما تستخسر فيها يوتا حاجه ابدا مهما كانت واللي يطلبه تنفذه على طول. يومه بس يعني هو انا حلت حاجه؟ يا ولا ما يبقاش مخك ظلم. امال انا بقول لك لو طلب. حاضر. شوف يا ابو العيلة انت لغاية دلوقتي دماغك مش جايبة العمدة كان ناوي يعمل فيك ايه. ده لولاش انا اتدخلت وقعدت اتحايل على العمدة لغاية ما قلبي وجعني من مناهتي والراجل الله يكرمه لما لقى قلبي وجعني قال لي خلاص يا شيخ مبروك اللي تقوله ماشي بس الواد ابو العيلة دي لازم يثبت لي حسن نيته واني قد الاوض. خلاص أنا يعني بقى هروح للعمدة وأقول له إن أبو العيلة تحت أمرك وطوع يا عمدة واللي هتقوله وتحكم بيه ماشي ونافذ. أي حاجة هتقولها للعمدة أنا هنفذها. خلاص يا أبو العيلة أمشي يعني؟ لا تمشي. إيه يا زريبة؟ أنت هتفضل قاعد هنا زي ما أنت لغاية ما أنا أروح أقول للعمدة. وانت قاعد هنا بقى اخويا رافع ايدك للسما وعمال تدعي ان العمده يحن عليك ويرضى عنك وعلى الله التسهيل. يا رب يا رب عم الشيخ. ادعي لي يا ابو العيلة. سلام. يا رب. صح النوم يا فاطومي. يلا حبيبتي قومي كليك لقمه. قومي ما تغلبنيش انت ما اكلتيش حاجه. ياه انا عارفه مين اللي هيقدر عليكي. ما فيش غير الشيخ محمود. يا شيخ محمود يا شيخ محمود تعالى يا فاطمه مش عايزه تاكل. يا ساتر ايه الحكايه يا فاطمه؟ مش عايزه تاكل. ليه يا ابوي؟ ياك واكلك ما عجبهاش يا ام الغايب. قومي يا فاطمه سمي وكلي يا بابا. قوم يلا حبيبتي قومي كلي لك حويجه عشان العيال ياكلوا. يلا يا فاطمه يلا سمي يا بنت. ربنا يهديك يا فاطمه. اه يا رب. اشر لها برتقال. اه يا سلام اقشر لك برتقال يا بنت. ايه يا بنتي ايه يا بنتي؟ اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. خير خير يا خير يا وليه خير. خلاص اشهد ان لا اله الا الله. حول ولا قوه الا بالله. يا رب يا ساتر. ايه خير عملت وياها ايه؟ مهيت الطريق. مهيت الطريق؟ ايه مهيت الطريق دي؟ أنا مهلك يا عمد. الحكاية ما تتخدشافش بالطريقة دي. أنا خلاص ما بقاش عندي صبر ولا جلد. أنا هروح له أخليه يطلعها. واحدة واحدة يا عمد. واحدة واحدة. الحكاية لازم تستوي على نار هادية. هلا هو أنت عايز منه حتة أرض ولا راسين مواشي؟ ده أنت عايز مراته. مراته أم عياله هتمات. وبعدين إن الله مع الصابرين يا أخي. صبرني يا رب.
حضرة العمدة كله تمام يا حضرة العمدة. هو ايه اللي تمام؟ الست راوية العساكر جم خدوها من بيتها دلوقتي. يعني حصل يا ولد؟ ايوه، أنا فضلت واقف لحد ما اتأكدت انهم خدوها وجيت على هنا عشان اقولك. هما خدوها ليه؟ عشان انت تسأل بس. براوة عليه المأمور ده. ايوه والله تمر فيه العيش والبط، ما هو ياما زغط هنا. عرفت بقى خدوها ليه؟ ليه؟ عشان كانت بتزغط البط. اتفضلي اقعدي. يزيد فضلك. تدخلي؟ لو عندكش مانع. أنا آسف إن أنا جبتك بالشكل ده. لا أبدا، مفيش حاجة، أنا تحت أمرك، بس يعني مستغربة شوية، أصل مفيش حد بيجيبوا العساكر للمركز بالشكل ده إلا ما يكون عامل مصيبة. هو أنا متهمة في حاجة ولا إيه؟ يعني بلاغ من أهل البلد. أهل البلد؟ كلهم؟ غريبة أوي دي. يعني بيقولوا كده لما أقصد إنك أنتي بتعملي حاجات منافعة للأدب. ايه؟ دعارة يعني؟ ما هي ملهاش معنى تاني غير كده. مش بالظبط كده يعني. لا هو بالظبط يعني منافية للأدب. هكون بعمل ايه؟ بلعب استغماية ولا عروسة وعريس؟ بيقولوا انك انت بتمشي في جوازات مشبوهة. جوازات مشبوهة؟ ليه؟ هو سعادتك شايف ان في جوازات مشبوهه وجوازات مش مشبوهه؟ اه ده احنا هنلف وندور على بعض بقى. متهيألي سيادتك فاهمه كويس قوي انا اقصد ايه، فيا ريت تجاوب على قد سؤاله بس. شوف يا جناب المأمور، سعادتك بتقول ايه؟ جواز صح؟ ايوه. طيب يبقى البنت من دول بتتجوز باهل ابوها وامها وبرضاها، وبتخرج من بيت ابوها والبلد كلها شايفاها بهيصه وهليله وطبل وسمر البيت جوزها، وبيشوفوها كمان وهي راجعه يا ست راوية. لا ده القضاء والنصيب، دي مصارين البطن بتتعارك يا سعاده البيه. كل اللي انت جوزتيهم بيحصل لهم كده؟ ايه صدفه يعني؟ ما هو اهل البلد ما وراهمش غير الكلام والضرب في سمعة وشرف أي حد عايش مستور بالكذب قبل الست. طب ما هما كمان بيقولوا عليك إنك بتاكل من العمدة عشان تسكت وتتستر على بلاوي بيعملها. أقوم أنا ولا غيري نصدق كده الكلام على طول؟ شوف يا سعادة البيه، نص فلاحين البلد يا أخويا اللي أنت بتتكلم عنهم بيشتغلوا عندي في أرضي، والحمد لله الحمد لله نعمة من عند ربنا فاتحة بيوت ياما. يعني لو حد فيهم شايف
ان انا مش كويسه ولا ماشي بطال، كان يجي يشتغلوا في ارضي ليه؟ ولا يجوا يبيعوا ويشتروا ويايا ليه؟ ولا لو واحده تتعذر تيجي تستلف مني ليه؟ تلاقيهم بس واحد ولا اتنين من اللي ليهم مصلحه في اذيتي، زي كده اللي بيقولوا عليك لا مؤاخذه الكلام البطال. بس انا مش زعلان، بالعكس ده انا مبسوطه قوي، مبسوطه اني جيت هنا اهو اتعرفت عليك وشفتك. طيب يا ست راوي، يعني نفترض لو انا لو على اهل البلد كنت كل يوم اجي اشتكي في المركز. اه والله كل يوم. ليه خير؟ بيعملوا لك ايه هما؟ نص اهل البلد طمعانين فيا، واللي بكسر بخاطري منه بيبقى عايز يأذيني، والنص التاني باصص لي اكمني صاحبة أرض ومال ونعمة من عند ربنا. اللي أقول يا سعادة البي، هو حضرتك متجوز؟ كنت. اتوفت ولا طلقتها؟ توفت. تعيش وتفتكر، بس يعني هتفضل عايش لوحدك كده على طول؟ قصدك ايه يعني؟ اقصد يعني لو عايز تتجوز انا تحت امرك، هجوزك جوازه تسعدك وتهنيك عالسنة والكتاب، عشان تعرف بنفسك إذا كنت بمشي في جوازات مشروعة ولا لأ. ويعني لو كده بك عندك وقت، يا ريت تيجي تزورني في بيتي وتقعد معايا شوية عشان تشوف بنفسك. ده جرح بسيط والحمد لله، بس يعني لو فيها سؤالة مني، قال مين اللي عورك كده يا شيخ محمود؟ يا ابوي قلت لك محدش عورني، محدش عورني يا زناتي. لا حول ولا قوة الا بالله. بقول لك يا زناتي، أنا عندي حاجة كده عايز أقولها لك من زمان، حاجة مهمة، بس تفتح مخك معاي. قول يا شيخ محمود، ما أنت كلامك كله حكم. الله يخليك، أنت يا زناتي شخص بارد، إيه؟ بارد وأبرد من القطب الشمالي. القطب الشمالي؟ قول لي ليه؟ ليه؟ عشان مناخيرك سواعي كده تتحشر في اللي ليك فيه واللي مليكش. يعني باختصار يا زناتي انت شخص نطع. قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ ليه؟ ايه اللي ليه؟ ما قلنا عشان انت بارد وابرد من القطب الشمالي. الا بالحق يا شيخ محمود، هو القطب الشمالي دي من بلدني ولا غريب عن هنا؟ لا يا ابوي ما غريبش، ما غريب الا الشوال. متشكرين يا شيخ محمود. خد يا اخوي، خد اللي يهمك. متشكرين يا سيدي. تعبناك معانا عاد. احنا نخدم من غير حاجه والله يا شيخ محمود. ما عارف يا ابوي، وربنا ما يجيب حاجه وحشه. اني هفوت عليك بكري اغير لك على الجرح ان شاء الله. سلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي ورحمه الله وبركاته. يا رب يا ساتر. كان ايه يا شيخ محمود؟ ان شاء الله كانت ايدي تتقطع قبل ما اعملها. ما تاخديش في بالك يا فاطمه، ما حصلش حاجه، بس برضو كده كده يا فاطمه تهون عليك حياتك كده يا شيخه العرب. لا يا فاطمه لا، ما كنتش اعرف ان ايمانك ضعيف كده يا بنتي. الغلب اللي شفته، الغلب اللي شفته يا شيخ محمود. يا بنتي لما تضيق بيك الدنيا تكلمي ربنا، اشكيله وادعي يصلح الحال. شايفه مطلع على كل حاجه. يبقى ارمي حمولك عليه يا حبيبتي، هو رحمن رحيم. معلش يا شيخ محمود، غصب عني والله كان غصب عني.
معلش يا فاطمة، بس خلي بالك انت اسمك حلو، اسمك على اسم بنت نبينا عليه الصلاة والسلام، والمؤمن يا فاطمة ما يبقاش ضعيف ونفسه تهون عليه كده والكفر يبقى عليه هين. يا بنتي يا شيخ محمود، أنا الدنيا دقت في وشي، ما عادش فيه حتى خرم إبرة بص منه، والبني آدم برضك لحم ودم يا ناس وبيضعف. أمن عليك يا شيخ محمود، أمن عليك تروح تكلم العمدة يسيب أبو العلي خليه يخرجه. والنبي يا شيخ محمود، أنت شيخ الجامعة وكلمتك مسموعة، وكل الكبير والصغير بيعمل لك ألف حساب، وأكيد العمدة هيعمل لك خاطر، والنبي تكلمه يا شيخ محمود. حاضر حاضر يا فاطمة، هكلمه يا بنتي. وأني نويت أنا وأبو العلي إن إحنا نسيب البلد دي خالص، مش عايزين منها حاجة. وهتمشي تروحوا فين بس يا فاطمي؟ بلاد الله واسعة، ورب هنا رب هناك، ربنا بسط الأرض عشان البني آدم مننا يسعى فيه، وإحنا هنسعى ونشوف رزقنا في حتة تانية، مش كده ولا أنا غلطانة يا ناس؟ لا يا بنتي ما غلطناش، ما غلطناش يا فاطمة. هتكلم العمدة يا شيخ محمود؟ خلاص يا فاطمة أنا وعدتك، هكلمه والله المستعان. يا رب. خلاص يا فاطمة، ما تبكيش يا بنتي. خلاص يا فاطمة، خلاص، خلاص. علوان اخوك جاي. لا ما تخافش، علوان اخويا اتصلح وبقى عالي العاد، ده اخر مره قعد يكلمني في انه عايزنا اتجوز واخلف وكده. ايوه ايوه يا عمده، الرقع عينيه والسراير. ايه السراير دي؟ السراير يا عمده اللي بتبقى جوه البني ادم دي. ايه اللي سراير؟ احنا هننام ولا ايه؟ سراير ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقعد يا علوان اتفضل. انا كنت عايز اكلمك في حكايه كده يا عثمان. اتكلم يا اخويا، اقول اؤمر، انا سامع. يعني عايز اكلمك بيني وبينك يعني. لا اتكلم عادي، الشيخ مبروك يعني هو راسي على كل حاجه، ده هو اللي. لا معلش معلش يا عم، انا هسيبكم مع بعضيكم واقوم الحق صلاه العصر. لا والله ما انت قايل، اقعد. الشيخ مبروك ده راجل طيب وبتاع ربنا، اتكلم قول. انا يعني كل ما اجي اتكلم في الحكايه دي اقول عيب يا علوان ما يصحش، عثمان اخوك مش هياكل حقك ابدا. حقك ايه اللي اكله؟ ايه وادي الكلام اللي بتقوله ده؟ هو انت تغيب تغيب وترجع تخيب؟ جرالك ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ فهيمه لعبت في ودانك وقومتك علينا. اسمع يا واد انت، انا قلت لك قبل كده ان انت مالكش حق عندي، الكلام ده قلته لك 15 مره ولا انا مش فاكر كم مره. ازاي يعني يا عثمان؟ زي ما بقول لك كده، هو انا مش مديك تمن فدادين؟ هم دول حقك، عايز ايه تاني؟ عايز بقى تاكل في حق اني؟ مش مكفينك التمن فدادين ترمح فيهم وتاكل من خيرهم انت وعيالك؟ جاي تنهى في حقاني يا عثمان؟ انا نصيبي من ورث ابونا الله يرحمه 22 فدان بالتمام والكمال، وانت ساعه لما اديتني الحجه بتاعت التمن فدادين قلت لي ماشي حالك لغايه لما نقعد ونشوف، وهو من ساعتها لا قعدني ولا شوفني، والحسبه باينه، انا اسمتي 22 فدان، ده بالنسبه للارض بس، اما بقى بالنسبه للبيوت. حاسب حاسب حاسب، بالنسبه لايه والفيسبه لايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ لا يا حبيبي حسبتك غلط خالص من الاول للاخر. انا زي ما قلت لك كده، اهو الراجل ده شاهد علينا، ابويا كان يمتلك الاراضي دي كلها. إيه؟ قول له كده بذمتك. لا ما دام جيت لي ذمتي ابوك الله يرحمه اهو قال لك اهو، عشان تبقى عارف الحق والمستحق كده عيانا بيانا ولا ايه؟ بقى كده يا عثمان؟ ايوه كده وابو كده. بص يا حبيبي، ابوك مات على الحميد المجيد الله يرحمه وما كانش حيلته حاجه، أنا بقى بمجهودي وعرقي اللي عملت اللي أنت شايفه ده كله، وأنا من طيبة قلبي وحسن نيتي وخوفي عليك أنت وعيالك اديتك الثمان فدادين دول، لكن تعمل إيه؟ تعمل شير تلاقيه خر. اللي هو غير أن تعمل شر تلقى يعني. قوم ياد من هنا. أنا هعرف آخد حقي إزاي بقى منك؟ هتعمل إيه يا دلدول فهيمة؟ جاتك نيلة عليك وعلى ربايتك، بقى هي دي المرجلة؟ هي دي الرباية؟ تقف قدام أخوك الكبير وتنهده كده الكلمة بالكلمة؟ خلاص يا عمدة. هدي نفسك كمان، ما يستاهلش، وين صحتك؟
حرق دم الله يحرق دمه. اي والله حفيظه كان عندها حق، الصنف ده خسيس ما يجيش غير بالدقه على دماغه. على مالك يا عم؟ قالوا انت تقول لي اخويا علوان صالح ده بيكلم، فاكره جاي يكلمك في الجواز والخلفه اياك. اي والله اخر مره قعد يكلمني قلت الواد عقل وربنا هداه، اهو رجع لجنانه تاني. سيبك منه بقى. ايوه عندك حق والله، سيبنا منه بقى. ايوه وخلينا في اللي احنا فيه. هنعمل ايه بقى في موضوع ابو العيله؟ شوف يا ابو جلامبو انت، اني في مقدوري اني ادوس عليك كده اهو زي الصرصار افعصك واخليك ما تشوفش الدنيا دي تاني ابدا، ده في مقدوري. لكن انا يا ولا مع ان ايدي طايله لكن قلبي حناي. ربنا يخليك لينا يا عمدي، ربنا يخليك. انا عارف انك لا ممكن ابدا تاذيني ولا ترضالي البهدلي، انت راجل افضلك عليا كتير. انا في عرضك وفي عرض قلبك الكبير، وبعدين انا راهني اشارتك، انت عمدتني وانت غالي عليني. طب شوف يا ولا، انا دلوقتي هسيبك تمشي مش عشان انت بريء من النصيبه اللي عملتها، لا، عشان أنا ليا مزاج أخليك تمشي، عشان أنت تبقى عارف إنني أقدر أعمل معاك أيتها حاجة أنا عايزها. فاهم يا ولد؟ أيوة ماما. بس مرة تانية بقى ما تسمعش الكلام وتعكر مزاجي، ساعتها بقى مش هتبقى هنا يا حلو، ساعتها هتبقى عند المأمور، ولو دخلت هناك مفيش خروج، ولا مين يقدر يخرجك، ولا حد هيسمع عنك تاني أبداً أساساً. فاهم يا ابو فصاده؟ فاهم حضره العمري، فاهم. براوة عليك. شوف بقى، انا الشيخ مبروك كان قال لي ان انت وعدته انك هتبقى في طوعي وتسمع ايوتا حاجه اقولها لك. عارف يا علي، لو عملت حاجه ترضيني وتصفي قلبي كده من ناحيتك، ساعتها شوف انا هعمل معاك ايه. انا هخليك سيد البلد دي كلها، وساعتها هتقول العمده قال. يلا يا ولد قوم روح لعيالك. يلا والنبي. اي والله قوم روح. شاكر حضرتك العمدي، ربنا يخليك لينا. يلا الف سلام الف سلام يا اخويا. بدل ما انت قاعد تاكل في نفسك كده، قوم اتحرك شوف هتاخد حقك منه ازاي. اني يعمل فيا كده قدام مبروك؟ مبروك ده عايز عيارين في دماغه يفرفروه، هو سبب النصايب دي كلها. بقى انا اعمل له خاطر يعمل فيا كده؟ ماشي يا عتمان. لازم تتنحرر كده وتعرف هو خد العموديه دي ازاي، واذا كان هو ليه ضهر إيه انت كمان لازم أن يكون لك ضهر يا علوان. وليه البه المأمور بقى ما بيقولوش على اي حاجه؟ لا وانا هعرف هو بيروح فين بس ومين وراه ازاي يعني يا فهيمه؟ وايه اللي انت بتحدتيني فيه ده يا بت؟ يا راجل انت منكش فايده ولا منك عايده، خلاص اقعد كده عدت زي النسوان. بتحاسبي على كلامك يا بت؟ مش هحاسب يا علوان لحد ما الاقي الست حفيظه داخله عليا الدار وبتطردني منه وبتاخد عيل ورا التاني تدبح فيه وانت قاعد كده ولا عايز تتنحرر. ماني بفكر معاك اهو، يعني اعمل ايه يعني؟ تروح للبه المأمور. المأمور؟ عايزاني اروح للمأمور يا فهيمه؟ طب ده في ظهر العمده طوالي، ولو رحت له مش هيتكلم معايا ولا هيساعدني. يا خايب، البيه المأمور مالوش عزيز ولا غالي، اللي هيفيده أكتر هو اللي هيقف جنبه. افهم بقى، أخوك عتمان بخيل على الناس كلتها إلا على مصلحته. أنت تعمل زيارة حلوة كده وتقعد معاه وتتقرب منه. وأتقرب منه وأقول له إيه يعني يا بت يا فهيم؟ قول اللي الناس بتقول إن عتمان مستقوي القلب بالمأمور. ده ده عايزانا نخور ورا اخويا حدا المأمور يا بت. يا دهوتي، وهو اخوك لما بخ في وشك وبعزق كرامتك قدام الخلق كان عمل حساب للاخويه يا عين امك؟ قوام تروحي تشوفي لي خروف كده كبير ويرمي لحمه وتندهي المنصور الجزار يجيبها. لا هو احنا عندنا زومه ولا حاجه يا ست راوي؟ لا بس انا عايزاكي وانت رايحه البلد كلها تعرف ان انا كان عليا نادر، وان انا هدبح ذبيحه وهوزع فته ولحم النهارده،
واللي عايز يجي ياخد منابه يجيب مراته وولاده كمان. نادر نادر ايه يا ست رو؟ يا بنت نفذي الكلام وانتي ساكت. حاضر اللي تشوفيه يا ستي. بنتي يا حناء يا بيه هنا عاملين يا ست راوي. لا قوليلي، هو ابو العيلة ومراته قاعدين فين دلوقتي؟ لسه عند الشيخ محمود. عيني عليهم، ده حالهم يصعب على الكافر. ده لا شغل ولا دار ولا حظ، والشيخ محمود كمان رزقه على قده. يا رب يا رب تيجي على حملهم خفيف يا رب. طب خدي يا بنت، عدي على الشيخ محمود ودي المفتاح ده لابو العيلة، قولي يروح ياخد فاطمة ويقعدوا في داري القديمة، اهي فاضية وما فيهاش حد، وفاطمة هتجيبيها هنا تيجي تشتغل معاكي لغاية ما اشوف لابو العيلة شغل. بجد يا ست رايه؟ يلا يا بنت امشي بشاش فراكة بنت. حاضر فراري. احنا قعدتنا هنا يا ابو العيلة طولت قوي كده، كفاية يعني. هو الراجل كتر خير، بس احنا مش من بقية اهله يعني عشان يتحملنا كل ده. امال يا فاطمة امال هنعمل ايه بس يا ربي؟ هنعمل ايه؟ نمشي يا ابو العيلة، نمشي من الكفر ده. انا خلاص كرهته وكرهت ناسه، بقيت كل ما ببص في وشوشهم يبقى هين عليا طلع اللي في جوفي. لما في حد فيهم بيقف جنبي محتاج ولا بينصف مظلوم، محدش فيهم بينصف حد يا ابو العيلة. احنا لازم نمشي ونشوف اكل عيشنا في حته تانية يا ابو العيلة. اللي بهدلتك معايا يا فاطمة بعد ما ضلل عليكي، عامل لك ايه ما في وسط اهل الكفر؟ انت تستاهلي احسن من كده، انت تستاهلي عيشه احسن من دي بكتير. رايك يا ابو العيلة؟ انا عارفه يا اخويا، متاكده انك لو في ايدك عايز تجيب لي الحلو كله، بس هنعمل ايه يا اخويا؟ ادينا متحملين الظلم والافتراء انكتبوا علينا يا ابو العيلة. سامحيني يا فاطمة، انا حاسس اني قلت في نظرك، كأني ضعفانة ومش عارف ولا قادر احوش عني. كلام ايه بس ده؟ وانت في احسن منك في الكفر ده كله؟ عارفه يا فاطمه، انا من ساعه ما الغفار كركروني على دوار العمدي ورموني في الحجز، وهو قاعد يقرر فيا بمداسه في وشي، وانا كل الخيالات اللي عم تفض في دماغي كلها شر وسواد. خيالات ايه بس دي؟ الشر بره وبعيد؟ لا يا فاطمة، الشر لا هو بره ولا هو بعيد، الشر بيجي كده من غير انذار ولا اماري.
ولما الشر بيجي بيجيب وياه شر تاني يقعد يولد تاني وتالت. وانا الخيالات اللي في راسي دي كلتها شر في شر. قال ايه؟ قال لي راكب صدر عتمان بدوس عليه بمداسي يترحم فيي. بني هطقم اللون بصوت ده ولاني بولع فيه ولا ربطه بسلبي في الكريت زي الكريت بتاعته وقاعد اجرجر فيه واسعل فيه في وسط الكفر كل الناس تملي عينها مني ومني يوه خيالات كتير قوي. العمدة ده خسيس وجبان، هو لو كان راجل بصحيح كان جابك قدامه وقف قدامك راجل لراجل، لكن عارف هو ما يقدرش. طب جرب كده يا ابو العيلي، جرب كده الغفر اللي حواليه ينفضوا وشوفوا هيعمل ايه. عارف ولا هيعمل حاجة عشان هو جبان جبان وخسيس. والنعمة والنعمة يا ابو العيلي، العمدة ده عامل زي الفار المبلول، هتلاقيه كده زي الفار المبلول واقف قدامك. ايوه كده، اضحك يا اخويا اضحك، محدش واخد منها حاجة. عارف يا ابو العيلي، كل اللي بيخرج من البلد دي بيرجع أكبر وأعلى مما خرج منه، وإحنا لازم نخرج. أنا متأكدة إن ربنا ليه حكمة في كده، ربنا كان عايزنا نخرج من البلد دي عشان كده اللي حصل حصل. صدقني يا أبو العيلة إحنا لازم نمشي. انت روحي يا ابو العيلة، روحي وقلبي اسعلك يا ابو العيلة. استهدف الله بقى، ما تقش ده مع واحدة بس تنزل من عينك بتكوني يا ابو العيلة. بس بقى استهدف الله يا اخو يا ابو العيلة. عليك كفاية بقى، كفاية يا ابو العيلة. يا اخويا استهدى بالله كده، استهدى بالله، استهدى بالله، استهدى بالله كده، استهدى بالله. ربنا يخليك لي. لا لا يا عمدة، انتوا ظالمينها. انا اتكلمت معاها. ايه ظالمينها ازاي بقى؟ ده حتى كل الناس اوعى تقول لي الناس بتقول. ما الناس بتقول عليك كلام كتير قوي يا عمدة، وانا صدقت اي كلام بتقوله الناس كنت صدقت اللي بيتقال عنك، وده كلام يودي في 60 داهية. انما انا عارف مين العمدة انه مستحيل يعمل كده. صدقني يا عمدة، دي ست كويسة جدا وماشية مظبوط. ماني بقول كده برضك. ايوه امال، بس انا قلت يعني مش هيجيب قرار الموضوع ده غير جنابك، وكويس برضو ان جنابك نورتني يعني، عشان بعد كده أيوتها حد يجيب سيرتها بالباطل احنا نقطع لسانه، واحنا متاكدين ان احنا ما بنظلمش حد كده ولا ايه؟ في الحقيقه انا كنتش اعرف انها كده خالص، واستغربت لما انت ما جبتش اي سيره عنها قبل كده. ايه اجيب سيره عنها ازاي يعني؟ الله، وانا مش مفروض اعرف كل كبيره وصغيره في البلد دي يا عمده؟ ايوه حقك طبعا تعرف كل صغيره وكبيره في البلد، بس انا يعني ما تاخذنيش يعني سوء علي، ما خدتش في بالي يعني. تمام يا حضرة العمدة، عبد الجليل بر. أهو عبد الجليل جه أهو. عبد الجليل مين؟ أنت نسيت ولا إيه؟ روح يا واد هاته. حاضر. ما هو ده جنابك
اللي عنده الارض اللي في العزبه القبليه اللي تحت زمام البلد، الارض اللي كنت ساعتها شفتها وعجبتك. اه صحيح افتكرت. ما هو دي بقى انا بعت وقلت له انت عايز يا ولد تبيع الارض؟ قال لي ايوه. قلت له خلاص انا شاري. قال لي كده اهو ده انا الفها لك واجيبها لك لحد عندك اهو. قول لي يا واد يا عبد الجليل عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ ايه ايه؟ انت نسيت يا ولا ولا ايه؟ انت واد مش جيت هنا وقعدت تتحايل علي عشان اشتري ارضك؟ حصل ولا لا يا حسان؟ اهو شاهد اهو. اطلع انت بقى بره كشاهد واقعد انت يا واد كبايع. قول لي بقى ما تتعبش قلبي معاك، انت قاعد ولا بايع ولا ايه؟ بايع بايع يا حضرة العمدة بايع. ألف مبروك ألف مبروك يا جناب المأمور، مبروك عليك يا عبد الجليل القرشين الحلوين اللي هتاخدهم في الأرض الزفت الميتة دي اللي ملهاش أي عازل. بس هنعمل إيه؟ إحنا لازم نضحي. قول لي يا ولا أنت كلت ولا لأ؟ كلت كلت كتير يا عمدة، عقبال ما تاكل من اللي أنا كلت منه. أمال ببص في الأكل كده ليه؟ أنت محروم؟ نور يا باشا. ما تخافيش قوي كده، مش هو قالك اللي هيتجوزه يا دوب بهيمة للخلفة وبس؟ واني صدقت ده دني ونجس وبتاع نسوان. عارفي اني لما بقعد في الدوار لوحدي بيستهيق لي اني حبل، وإن العيل جوا بطني بيكبر وبيرفسني في بطني وأنا أصرخ من الوجع وأبقى ماشية في الكفر مش قادرة أصلب طولي. هو أنا مش ست زي بقية الستات؟ ما بخلفش ليه؟ أني ما بخلفش ليا نظيمة، داني مرات العمدة، يعني ست ستات الكفر كله. ما خلفش. عارفة لما فهيمة بتحرق دمي وبتسم بدني بكلامها ما بزعلش، ما بزعلش من كلامها، لكن بزعل لما بلاقي نفسي لوحدي. أنا عمري ما ضحكت من قلبي، عمري عمري ما حد حبني وخاف عليا ولا على صالحي، عمري ما حد اتمسح فيا كده عشان يقعد يتوالس معاي. أنا بحسد فهيمة لما بتمشي في الشارع النسوان بيبقوا بيتلهفوا عليها عايزين يقعدوا يتوالسوا معاها. ناس مين بس يا ست الستات اللي حطاهم في دماغك دي؟ ناس واطية مش من مقامك. ايوه بس انا نفسي خلف، نفسي خلف عيل واحد بس. قادر على كل شيء. البشارة طلعت كده واني كنت بضحك على نفسي، واني ما حطش عايزه اضحك على نفسي. انا لازم اشوف لي حل في الموضوع ده، انا لازم اروح للحكيم. يا لهوي اقبل عمده هيطخيني. لا مش هقول له. هيعرف والله هيعرف. ما تخافيش اني هقول له ان احنا هنروح المنصوري هنزور مقام الشيخ حسنين. ها قلتي ايه؟ حاضر. بس لو طلعت بخلف ايام عتمان هتبقى معايا اسود من قرون الخروب. هي يا دنيلك سواد وكله هياكل Oh,
خلاص يا حنان، احنا ما عادش لنا عيش في البلد دي، مش عايزين حاجة من حد. يو تاني يا فاطنة؟ هتروحي فين بس يا بنت؟ بلد الله واسع، بلد دي مش بتاعتنا، بلد دي بتاعت عتمان وحفيظة وست راوية واللي زيه، لكن الغلابة اللي زينا لا. أعيش فيها ازاي حنان؟ أعيش فيها ازاي بعد ما شفت الذل والهوان اللي شفته أنا ورجلي وعيالي؟ طب ما تيجوا على ما تلاقوا مكان تاني. المكان ده زيه زي أي مكان تاني يا حنان، وأني خايفة أبو العيلة يرجع في كلام، هو أساساً مش لد عليه حكاية إن إحنا نمشي دي. النبي البلد دي أحسن من غيرها يا فاطمة. أحسن من غيرها في إيه؟ في الظل اللي إحنا شفناه؟ بقولك إيه يا حنان؟ أني خلاص نويت ولازم أمشي، يعني لازم أمشي. طيب واني يعني لو حبيت اشوفك ولا اعرف اخبارك اعمل ايه؟ والله يا حنان انا مقاطع فيا في البلد دي كلها غير داني، محدش مديلي ايد ولا طبطب عليا غيرك يا بنت، بس هنعمل ايه بقى في حكم الاول؟ قولي لي انا اعمل ايه؟ انا بقولك ايه يا حنان، انا ان شاء الله لما الحال ينصلح هجيب بعضي وابقى اطل عليكي في البلد، ما تخافيش يا بنت هجيلك. طب اني مش هقول للست انك قلت لي لا غير لما اتاكد انك خلاص ماشي، لا لما اتاكد انك مشيتي خالص يا بنت. انا قلت اللي عندي وخلاص يا فاطمه. والنبي انت بنت قلبك ابيض وجدعي، وربنا مش هيدمك ابدا وهيسترها معاكي جدل يا كريم. ده انتوا رايقين قوي يا اخواتي، بقى غيركم نفسي يا ابو العيله انت وفاطمه تتحبحبوا في بعض دلوقتي. خلي بالك من نفسك يا فاطمة، خلي انتي بالك من نفسك يا بنت هتوحشيني. انتي كمان يا اختي. ابو العيلة بنت يا فاطمة. زينب انتوا مش تردوا عليا ليه؟ مشاني سيدنا السايح زارني في المنام وقال لي بيتي يا حفيظي انت لازم تنزلي على المنصورة وتزوري مقام شيخ الحسنين. بقى سيدنا السايح قالك انت في المنام؟ ايه كتير علي؟ لا مش كتير ولا حاجة، بس يعني هو سيدنا السايح يرضى لني بالغرامة ولا ادك حق المواصلات؟ قلت ايه يا عتمان؟ قلت لا طبعا، ما تروحيش في ايوتها حتة لوحدك. ده هي اللي تكون بتخاف علي. لا يا اختي خايف منك، تروحي تعملي لي عمل ولا تشبشبيلي؟ ما تخافش، وبعدين انا مش هروح لوحدي، اني هاخد نظيمي. يا دي نظيمة يا وليه، قلت لك بعيدة عنها الولية دي، شو وهتجيبك لورا. عتمان اني هروح بكرة مع نظيمة، واديني بقول لك اهو عشان ما تقوليش خرجت من غير ما تقولي. وبعدين على المصاريف والكلفي اني هصرف من مالي. ياك تروحي ما ترجعي، يكلموكي ما تسمعي، يطفحوكي ما تشبعي، ياك تعطسي كده وموشك يقع مني ويحتار فيه الحكمه ويركبولك بداله ايه؟ ايوه يركبولك بداله كرومبه وتزرعي. طب يركبولك بداله مرايه
واللي يطل في وشك كده يشوف نفسه قمت تجنني. تعرفي يا بهاني، البلد دي بلد عجاي، والختم الشريفة دي بلد عجاي. ديك النهار عاوزين يطردوها من البلد كله، والنهارده بيدعوا لها كل دي عشان كام حتة لحمة وزعتها عليهم. طب ما هم هياكلوها من هني، وتاني يوم تنزل في الرشاح من هني، ولا أكن حاجة حصلت. بلد عجاي يعني الحلو يبقى حلو طول ما هو بيدي ومعاه، والعفش يبقى عفش لو معوش ولا بيديش. يعني يا بهاني العمدة عثمان ده هو لو وزع على كل واحد فيهم نص فرنك هيبقى حلو زي الفل. يمين بالله دي بلد عجاي، والختمة الشريفة بلد عجاي. خدي هني بقى. فين يا بقى؟ لا إله إلا الله. بتكلم نفسك ولا بتكلم مين؟ فيه إيه؟ فيه إيه يا مناري؟ سيبتي مفاصلي، حرام عليك. حرام عليك أنت يا حسان، أحلفك بكل غالي، كنت تعرف مكان محروس تقول لي إن شاء الله يخليك نفسي أطمن عليه. وأنا هعرف منين بس يا بنت الناس؟ أنا مالي؟ طب شوف، والنبي ما تخاف، أنا مش هاجي يمته ولا هتحدث معاه، بس أشوفه كده من بعيد لبعيد، إن شاء الله يخليك ويسعدك. يا منارة مش بإيدي صدقيني، أنا هعرف منين؟ يا مجنون، يا اللي بتكلم نفسك، يا خاين، إن شاء الله تتجني كمان وكمان، وتمشي حافو العلي زقلوك بالطوب، يا كاتم شهادة الحق. وليه بس الغلط ده هو يا بنت الناس؟ ده أنا غلبان، غلبان، ومحروس ده صاحبي والختمة الشريفة. ومحروس كمان غلبان، والغلبان اللي بيجي على الغلبان اللي زيه عمره ما بيكسب. يا بنت الناس والختمة الشريفة محروس ده صاحبي، وأني؟ أنت شيطان، شيطان يا حسان. اللي بيكتم شهادة الحق بيبقى شطان. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا رحت لسعادتك الاستراحة وسبت لك زيارة كده على ما أقسم، وقالوا لي ان حضرتك في ارضك هنا اهو. متشكر يا سيدي، والزياره دي بقى مناسبتها ان شاء الله. ده ده من غير اي مناسبه، واني محتاج مناسبه عشان هادي الراجل اللي بيحمينا وبيحمي البلد كلتها. كتر خير. قول لي عثمان عارف انك جاي ليه؟ ولا مؤاخذه عثمان ماله ومالي، عثمان حاجي واني حاجه ثانيه خالص. طيب يا سيدي مقبوله منك، تشرب ايه بقى؟ ولا حاجة، كفاية إن أنا مليت نظري برؤية سعادتك. مش للدرجة دي يا علوان، قولي أنت عايز حاجة؟ ولا حاجة، ما ده هي تكون سعادتك فاكر إن أنا جاي عشان حاجة، لو ربنا المعبود، ده أنا جاي محبة لله في لله. طيب يا سيدي ربنا يديم الود والمعروف. ماشي، السلام عليكم. سلام. بس يا سيد خالك، وقام واخد بعضه وراح على الفرارجي. قاعد يقلف في الفروج والفراخ اللي حداه لما بهدل الدنيا، وفي الاخر قال له ياد على كام الفروج العايقه السمينه دي؟ قال له بثلاثه ميله. قال له اوه ثلاثه ميله مليه، ياك فروج واخده دبلون. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا اهلا يا باي، مرحبا. خير؟ العمده عايز الواد ابو العيله. عايزه في ايه تاني؟ ما تقول لي حل عن سمانه بقى. الله جرايم انت يا فضه في ايه؟ بس يا ياد انت ياد، اوه رح تزعق هنا ولا ايه؟ اعذرني يا مولانا، اصلها يعني بس بلا اصلها بلا فصلها يا اخي. يا ناس حسوا على دمكم، مش كفايه اللي حصل لهم؟ روح توكل على الله، روح قول للعمده ابو العيله هيجي لك في الصبح. يلا ياد روح ارمح. ما اقدرش، العمده قال لي اجيب ابو العيله، يبقى لازما وحتما اجيب ابو العيله. انا لا مؤاخذه يعني عبد المأمور. استغفر الله العظيم، انت عبد الله يا غفير انت، مش عبد المأمور ولا عبد عثمان. ونعم بالله. بس انا يا مولاني معايا ظبط واحضار. يا اخي بلا ظبط ولا احضار، بلا ما تخلينيش افط في حلقه. وروح قول للعمده ابو العيله هيجي لك في الصبح، الصبح له عيون، توكل على الله. استنى يا واد. نعم. انا هروح ايه؟ تروح وياه فين؟ ما كفايه اللي حصل لنا يا ابو العيل، اجري يلا الجار، جاك وجع في عمدتك. عايز ايه يا حفيظ؟ انت بعت تجيب الواد ده تاني ليه؟ احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ شوفي بقى، انا دلوقتي لا طايق حد يكلمني ولا اكلم حد، سيبيني بقى اشوف حالي. حالي يا ابو حال، جايب الواد ليه؟ عايزه يديك مراته يا ناقص. بس يا بنت الناس اسمعك. انا عايزاهم يسمعوا، يعرفوا عمدتهم وحاميهم بيعمل ايه. عايز تضربني يا عثمان؟ وقتهم رقبتك كمان. اسمعي بقى يا بنت انتي،
كلمة زيادة وتبقي طالق بلا رجعة. عايز تطلقني يا عتمان وماله؟ لكن قبل ما تطلقني تطلع من تحت باطك الخمسين فدن اللي في الحوض القبلي والستين فدن اللي في الحوض الشرقي، وبعديها تبقى تشوف حسابك مع أخويا السيد. وانت اللي بتعصبيني يا حفيظة، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ موضوع ايه اللي خلصنا منه؟ مش اتفقنا انني هتجوز؟ واني رجعت في كلام. ايه؟ هو لعب عيال بقى ولا لعب عيال؟ لعب عيال وكلام نسوان. حد ياخد على كلام النسوان يا عمدي؟ مستني بقى لازم اخلف ويبقى لي وريث. يعني ايه؟ يعني هتجوز فاطمة. يعني هتجوز فاطمة واعلى ما في اخواتك اركبيه. يا اهلا يا اهلا يا جناب العمد. ادي ادي يا ابو العيل. ما تجيش يا جناب العمدي. لا تيجي، وتيجي ان شاء الله قوي كمان. اقعد يا ولد. قول انت اتعشيت يا ولد؟ اني شبعان يا ولد. قول يا ولد لو جعان قول. انت هتتكسف من حضرة العمد ولا ايه؟ ايه هو في حد يتكسف من ولي نعمته؟ عال العال والله بينك عقلت يا ابو العيله وربنا كملك بعقلك. حيث كده بقى اني مش هرجع في وعدي معاك، ودارك اللي اتحرقت دي اني هديك دار احسن منها. ايه دي كده؟ يبقى ان كرمك زاد وغطانا يا جناب العمدي. وانت اول مره تعرف العمده عتمان يا ولا؟ ده العمده عتمان احسن راجل في بر مصر كله، وفوق دي بيحبك يا ابو العيله. مش محتاج تقول لي يا شيخ مبروك، انا عارف. كمان يا دي ابو العيله لازم تبقى عارف ان العمده عتمان دي بيحب الخير للناس كلتي، يعني عمره ما يعمل حاجة إلا لما يبص للخير اللي جاي للناس قبل ما يبص للخير اللي جاي له هو شخصيا. وكمان أكيد عارف إن طاعة أول الأمر واجب، صح ولا لا؟ يوما الطاعة دي ربنا ما عملهاش كده هو، لا ده عملها ترويض وتربية للرعية عشان يطيعوا من شاء لهم الله الطاعة من ولاة الأمور، وعملها كمان عشان تزويب الأهواء وتقويم النفس البشرية وتهذيب الغرائز الإنسانية. يا شوف يا أبو العيلة، أنت عارف يعني إن ربنا كرمني آخر كرم، أرض ومال وجاه، بس في حاجة مهمة قوي ربنا ما ادهانيش، الوريث العيل. دي أرزاق يا جناب العمدي. إيه وبعدين ربنا يزيدك ويديك. يعني أنت يا ولد شايف انني استاهل العوض؟ يعني ربنا يعوضني بعيل كده يورثني؟ امال ايه؟ ليه لا؟ الله ينور عليك. انا قلت برضو ان انت واد جدع وسداد، ايه قولك بقى؟ انني بفكر اتجوز، رايك ايه بقى؟ ايه على بركه الله يا جناب العمدي، واني مين اصلا علشان تاخد رايي؟ مين ايه؟ ده انت اهم واحد في الحكايه دي يا ابو العيله. أصل العمدة عايز يناسبك. يناسبني؟ في مين؟ عايز تتجوز أمي؟ أمك إيه يا هبل أنت؟ أنا عايز أتجوز فاطمة. فاطمة مين؟ مراتي؟ اللي هتبقى كانت مراتك. بس أنا ما طلقتش فاطمة ومش نام. ما هو انت هتطلقها. يعني انت عايزني اطلق مراتي عشان تتجوزي؟ ايه قولك بقى؟ ممكن كلمه يا جناب العمدي؟ قوي قوي. ايه قول. حس ان الكلام كده ما يصحش، يعني ناخد وندي ويا بعضيني في وجود الناس دول، ولا ايه قولك؟ انت واد نور يا والي، بروق عليك. مؤاخذة بقى يا شيخ مبروك، عشان يعني ناخد وندي. من حقكم يا سيدي، ما انتوا نسايب. يلا يا ديت اهو، يلا هونا، عايزين ناخد وندي. ايه الهمه دي؟
بالك يا ولي، انت طلعت عاقل وناصح. انا كنت فاهم ان انت هتعصاني، اصل الواد الزفت ابن الزفت دي عصاني. وماني ايه بقى؟ عندي قوه يا ولي ما تعرفهاش انت. قمت طابق في زمره رقبته وقعد بقى يلالي: الحقوني يا ناس، غيتوني يا خال، هاي موتني، الحق يا عمد. يا عمد يا عمد في ايه يا بهيم انت وهو؟ انا بحكي له حكايه، ايه الغلاوه اللي انتوا فيها دي؟ قول له كده يا ولا، انا عملت ايه لما اقول له؟ ايوه حصل اهو، شفت؟ يلا انت وهو، يلا يلا بر عمرو جناب، يلا يا ولا. ايوه خدت بالك انت ازاي؟ ايوه ما نزلت عليك قوي. ايوه مش عارف مين فيه. قوة قوية يا علي زي دي كده. ولا الحقني، عايزني اطلع مراتي، عايزك تتجوز انت يا ديني يا طفص. الحقني اوعى يا وليا كده، اوعى. عمدي يا عمده، عمده يا عمده. مشي مشي انت يا رحمن انت وهو. وقفني يا بهايم، الواد موتني وجري. اجري 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 يا ابن الكال. اخصى عليك يا عثمان، خضتني. خضتك ايه؟ ده موتني وجري، انا مش هسيبه، لازم ياخد اعدام لحد ما يتربى. معلش حلال، معلش. ايه يا ابو العيلة مالك؟ انا قتلت العمدي. نهار اسود ومالك؟ قتلته لا كده. والنبي حنيف، يا النبي قتلته ازاي بس؟ قول النبي تجيبيلي فاطمة عليا. حاضر. انا هستناكي، احنا لازم نسيب البلد دي. حاضر. اوعى حد يشوفك، اوعى تقولي انك شفتيه. ما تخافش يا اخويا، يلا قوام بالعجل والنبي. اهدى يا ابو العيلة وما تخافش. ما تخافش من ايه؟ ما تخافش من اي حاجه، وما تخافش من اي حد. هو الوجع فين بالظبط يا عمدي؟ انت لخبطتني من فوق لتحت. هي زناتي العمده كويس ولا ابعت اجيب له الحكيم؟ العمده علي العال، مفيش لزوم. سلامتك ألف سلامة يا أخوي. عال إيه وسلامة إيه؟ لا أنا مش عال، اتصلوا بالمركز خلوا المأمور يجي يقبض على الواد المجرم ابن المجرمين دي. اتصلوا بالمركز وهاتوا المأمور يجي ويقبض على المجرم ابن المجرمين دي. أقول لك هاتوا له ينسون. صح، واحد ينسون علشان العمدة بسرعة. سكر زيادة. سكر زيادة يا بيت. تمام يا حضرة العمدة. أبطع المجرم ابن المجرمين ده. اطمن يا حضرة العمدة، هنمسكه يعني هنمسكه. هنمسكه يعني هنمسكه. هيروح فين يعني؟ هيروح فين؟ يعني لسه ما مسكتهوش؟ لا، انتوا لازم تقلبوا البلد عليها وطيه لحد ما تجيبوه قبل ما تطلع عليه الشمس، وإلا وعيمانات ال... عارف عارف عارف، مش محتاج تحلف. مش محتاج. ايوه يا عمدة، ما انتش محتاج. وبعد ما تجيش نفسك يا عثمان، ده انت مخنوق يا اخوي. ايوه ايوه، فين اليانسون؟ ايوه فين اليانسون يا بت؟ انا عايز يانسون. وانا كمان عاوز يانسون. وانا كمان عايزه يانسون. وانا كمان عايزه يانسون. جتك نيله عليكي وعلى امك، ما تنهز يا واد انت وهو. انتوا فاكرين نفسكم في فرح؟ جاتكم البلاوي. جاتك بلاوي الدنيا والاخره يا بعيده. عيب كده يا فهيمه، ما يصحش. خدي عيالك وروحي على اي مصيبه يلا. غايزينك مفلفلينك مش عللينك كده. عيب امال يا فهيمه، مش كده يا راجل. انت مش شايف وهي بتزعق للعيال؟ الولية دي عايزه تشليني. يا ريت يا حفيظه، هو حد يكره؟ شوفي الولية دي بتدعي عليا في وشي يا عمده. جرى ايه يا وليه انت وهي؟ هو
هو مفيش حاجه ولا خيشه؟ داني تعبان، مفيش احترام حتى للرجاله اللي قاعده. هو فيه ايه يا اخويا؟ بدل ما تزعق فينا كده ما تشخط في حفيظه اللي عماله تزعق في العيال. اسمع مني يا عمدي، تلاقيهم صدقوا روحهم وسمعوا الخبر وافتكروك مت، وهيجوا بقى هم عشان يشفطوا ويورثوا. شوف الولايه عيب يا حفيظه. الكلام ده قصدك ايه يعني؟ اتمنى الشر لاخويا؟ العمده هيعيش وهيطول في عمره وهيفضل عمده البلد، واللي مش عاجبه هياخد بالجزمه وهيتجوز عليكي بعون الله. اسمعي بقى يا وليه انت وهو في ايه؟ انا اللي اعمل اللي ينسوه. انا كمان عايز ينسوني يا عمي. وانا كمان يا عم. وانا كمان. هو كل حاجه خدها تاخده زي اسكت بقى منك ليه؟ اسكت بقى منك ليه؟ بس يا عم انا عايز يلا بقى يلا خلاص انت وهو يلا انا اللي عايزه. انت ما بتحترمني. انت لو هات العيال هات يا ولد. قوم ايه؟ الارانب زعلوا قوي على بيوتهم اللي الفيل جه وهدها لهم، وقعدوا يعيطوا يعيطوا ويقولوا الفيل ده وحش، ده احنا كل ما نتعب ونبني بيوتنا يجي يهدها لنا. نطت ارنب فالح وراح قال لهم عشان احنا ضعاف ضعاف ومش قادرين نعمل حاجه مع الفيل. هو يقدر يعني يعمل كده مع بيوت الاسوده ولا التماسيح؟ راح نطت الارنب العجوز وقايل احنا لو وقفنا كلنا ايد واحده وفهمنا الفيل ان احنا قادرين نضربه هيخاف مننا، وهيخاف كمان يهوب ناحيه بيوتنا زي ما بيخاف يهوب ناحيه بيوت الاسوده وبيوت التماسيح. لا عمره هيستضعفني ولا يستوطي حتتني. كان الأحسن إنك ما تقولش لفاطمة إنك جيت على هنا خالص. إزاي يعني كده؟ ما هو العمدة عشان يعرف أنت فين هيجيبها ويستجوبها، ونبان له إنها كدابة ولا شم ريحة إنها تعرف أنت فين وما قالتش هيشيط وهيعمل اللي ما تعملش. يعني خلاص ما عدتش قادر أقعد في البلد دي دقيقة واحدة. يعني كنت متفق مع فاطمي ان احنا هنسيب الكفر كله قبل ما يحصل اي حاجه. يا ابو العيله انت ضعيف كده ليه؟ بقى تسيب الكفر عشان واحد واطي مستقوي عليك زي العمده؟ هو اللي يمشي مش انت. او مشي خلاص خرف 60 داهيه. بس انا كده يعني عامل جناي، هقف في البلد دي ازاي؟ والمأمور هعمل ايه وياه؟ هقتله؟ هو عساكر المركز لما بياخدوني؟ انت قتلت العمدة ليه؟ انا عارفة ان زفت البرك ده يستاهل القتل وهو السبب في كل اللي حصل، بس قتلته ليه يا ابو العيلة؟ زي عليك النبي والنبي استروي فضها سيرة من والدي. خلاص مش عايزة اعرف. بس انت كنت عايز تسيب البلد وتروح فين؟ بلاد الله واسعين. فين يعني في بلاد الله الواسعة؟ هيات ودهي تلمني أنا وأمي وفاطمة والولاد. أي دهي؟ بقى سعادتك كل الجمايل والخدمات اللي جنبك مغرقني بيهم دول كوم
وانك تقبض على الواد دهكم تاني خالص. وايه اللي حصل بالظبط يا عمده؟ ايه اللي خلاها تجر عليك بالطريقه دي وتهجم عليك بالشكل الاجرامي ده مع الناس؟ مع الواد غلبان يعني؟ لا واد غلبان ده ايه؟ لا دي بلد كدابين، ده واد مجرم، دي موتني وجري. بتقول ايه؟ سعادتك بس اقبض عليه الاول وانا اقول لك هو موتني ازاي. حاضر يا عم، هجيبه لك. حرس يا سعادة الباشا، ده واد محرس. يا مرحب. مرحبا سعادتك، شرفت ونورت. خير؟ أبو العيلة عندك شيخ محمود؟ لا يا أبوي، أبو العيلة كأنه حدا العمدة عتماه. يعني ما تعرفش اللي حصل؟ حصل إيه تاني؟ تعرفش انه حاول يقتل العمده وهرب؟ حاول يقتلني؟ ده حرس ودوم نايم، استحال ابو العيله يعمل كده، استحال. ابو العيله يحاول يقتل العمده عثمان ليه يا ابو؟ ايه بساله انت؟ هو انت اللي هتسال؟ انت هنا ترد على السؤالات وبس. حاضر يا سعاده الباشا، ابو العيله كان حداي ما انكرش، وجناب العمده شيع له الغفير وائل وراح له. ايوه ايوه الكلام ده حصل. الراجل ده شيع على ابو العيل وابو العيل راح فجاه كده بقى عايز يموت العمده. اعقلوها يا ناس، ده قتلني قتل وموتني موت وما سابنيش الا جثه همده وفي شهود على الكلام ده. انا لازم افتش البيت. ايوه لازم تفتش البيت، اوضه اوضه وغرفه غرفه وحجره حجره ونفر نفر. ادام سعادتك مكدبني ومصدق ان العمده عثمان مات بيد ابو العيله، اتفضل سعاد، البيت قدامك اهو، فتش زي ما انت عايز. ايوه يا باشا، عمر الطبنجة، ايوه، وسن نملة الدبان. يلا بينا يا عمدة. يلا بينا ايه؟ وهنسيبه كده؟ ابو العيلة مش هنا. طبعا لو جالك هتبلغني. القانون بيعتبر تستر مشاركة في الجريمة. جريمة ايه؟ يا ناس. وانت كمان يا فاطمه، لو عرفت مكانه وما قلتيش هو فين هتبقي مشتركه معاه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا على الظالم والمفتري، من كل الله يا بعد. عايزين تكتبوني لي وعيالي، ده ابو العيله مش جوزي بس، ده ابو العيله ابويا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يوريني فيكم يا بعد. اطلع يا ابني. أنا بفكر يعني في حاجة كده يعني ليها دعوة بموضوع. وانت لسه هتفكر؟ يلا كده على طول. لا نتفق الأول. يوه يا راجل، هنتفق على ايه؟ أنا هتجوز فاطمة، يعني هتجوز فاطمة. ايه يا راجل، احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين يعني هو مفيش غير فاطمة؟ لا مفيش غير فاطمة. ليه بقى؟ بس افهميني بقى، زي ما انا بتكلم كده مش تفهم اللي انت عايزه تفهميه وبس. دلوقتي ايوتها واحده تانيه غير فاطمه هيبقى ليها عيل واهل وسند وظهر، يعني يوم ما تحمل وتخلف انت مش هتطولي اي حاجه من الواد اللي هي هتجيبه ده. لكن البت دي وحدانيه، يعني يوم ما ندفنها بالحياه كده اهو محدش هيسال عنها. عرفت بقى ليه فاطمه بالعين ايه؟ انا بحبك. واني ما ده انت كل حاجه في حياتي، واني بعمل ده ليه؟ خلاص ما تزعليش يا بنت، انا ماليش غيرك وانت مالكيش غيرك، واحنا الاتنين مالناش غير بعض. عايزين بقى حته عيل، حته عيل كده. قلت في عقلي بالي اجي اطمنك قبل ما اروح للست. يعني يا ربي من عثمان لرويح؟ رويح يرحم من عثمان يا فاطمه. الاثنين نار جهنم يا حنان،
راوية هي هي عثمان بس بشكل تاني. المهم يا أختي مش عايزاني أقول لأبو العيلي حاجة تاني. لا يا أختي أنا هروح له. لا تروحي له ده إيه؟ الدنيا مقلوبة بره والعسكر بالكلاب والكشافات قلبين عليه الدنيا، ولو خرجتي أكيد أكيد هيمشي وراكي. طب والعمل؟ استني يا أختي وصبرك بالله ما نشوف آخرتي. تسلمي لي يا حنان. فوتك بعافية بقى. إن شاء الله ما عدمك أبدا يا أختي. تسلمي لي يا غالي. النبي يا ست سائلك النبي يا ست تخليني اشوف. والنبي حد شافك وانت داخله؟ دخلي يا ابو العيله. تعالي يا فاطمه. اشكري يا ست. يا ربنا يطمن قلبك. سلام يا ولاد، لو الواحد يبقى عنده جوز بيحبه كده ولما يعمل عملي وحد يخبيها عنده اروح له واني لابسه شال وجلابيه. يا اخويا ايه اللي حصل؟ عمل فيك ايه الضلال ده؟ ولا يهمك يا فاطمي. امي وولاد اخبارهم ايه؟ كويسين يا اخويا. المهم انت ايه اللي حصل يا ابو العلي؟ عملت ايه مع العمده؟ في حد شافك داخله هنا؟ لا يا اخويا ما حدش شافني. ما تحكي لي يا ابو العيل. عايز تعرفي؟ ايوه طبعا عايز اعرف. ما تقول يا ابو العيل يريح قلبي. الكلب النيجس قال ايه؟ عايزني اطلقك عشان يتجوزك هو. انت بتقول ايه؟ سيبه بقول لك كده. ودي كلام ما ينفعش تاخد وتدي فيه. اتعميت ما حسيتش بحاجه. كان لازم ان يقتله يموت نفسي. هذا شر عليك يا اخوي. ده انا ما يبقاش ليا عيش في الدنيا دي لو انت ما كنتش فيها يا ابو العلي. ما تقولش على نفسك كده يا اخويا ده انا موت وراك. اسمع يا ابو العلي احنا خلاص يا اخويا ما بقاش لينا عيش في البلد دي تاني. لازم نمشي منها. لازم. عندك حق. عندك حق يا فاطمي. احنا يبقى مجانين لو قعدنا هنا دقيقه واحده. مجانين. ايوه صح. انت علاوي والظالم يا رب. ربنا يخليك ليا يا اخوي. ما تخافيش يا فاطمه. ما تخافيش دي حته كلب. الله يسترها معاك يا رب يا ست ويطمن قلبك. المعروف ده انا مش هنساه طول عمري. انا سمعت يا فاطمه ان انت قاعده في بيت الشيخ محمود. الله يستر عرضه يا رب ويوسع رزقه ويرزقه من نعيم الدنيا قدر يا كريم. هو اللي قوينا في داره. فاكره يا فاطمه دارنا القديم؟ ايوه طبعا. امال ايه فاكراه؟ خدي المفتاح ده روحي اقعدي هناك انت واولادك وام ابو العيله. ما تقوليش لا. الشيخ محمود مش هيستحملكوا اكتر من كده. الناس خلاص ما بقتش تستحمل بعض. واللي كان بيستحملك امبارح مش هيستحملك بكره. ولا ايه؟ هي
ايوه يا ست صح عندك حق طبعا، بس احنا كم يوم وماشيين. ما تقوليش هتسيب البلد، خلي الموضوع ده بعدين نبقى نتكلم فيه. الا قولي لي يا فاطمه، انت ايه رايك في الكلام اللي بيتقال عليا في الكفر؟ هيكون بيتقال يعني ايه يا ست غير كل خير؟ ليه؟ انت فكرك يعني ان انا قاعده في الكفر ومعرفش الكلام اللي بيتقال عني؟ لا دول بيقولوا كتير كتير قوي، بس محدش فيهم فكر مرة يجي يقف قصادي ويقولي كلمة من الكلام اللي بيتقال من ورا ظهري. أيوه ما هي الناس كده، ناس تخاف ما تختشيش طبعا، يستنوا بس يدوا ظهورهم لبعض عشان يتكلموا على بعض. عارفة ليه؟ ليه بقى؟ عشان هما من جواهم متأكدين وواثقين جدا إن هما السبب اللي أنا فيه. أنا يا فاطمة ما باخدش حاجة بالغصب، أنا بروح لحد وباخد بنته، باخدها بمزاج ومش غصب عنه. بس هي الناس كده، محدش عاجبه حال التاني. أنا لو رحت لأي حد في الكفر وعرضت عليه نفس العرض هيوافق ومش هيعترض. ما تأخذنيش يعني يا ست في اللي هقوله، يعني أنا عايزة أقولك كلمتين بس. قولي. هو بصراحة يعني كده الجواز بالطريقة دي حرام. وهو ايه بقى الحلال يا بنت الحلال؟ اللي بيجرى لك انت وجوزك ده الحلال؟ بس يا ست مش معنى يعني ان شويه ناس غلطهم ان الناس كلها تقلدهم وتعمل زيهم. لو انت فاكره ان العمده عجمان هو اللي ظلمك، لا يا حبيبتي، الناس هي اللي ظلمتك. ظلمتك بخوفهم ورعبهم من العمده اكتر من خوفهم من ربنا. ده حتى مبروك، قصدي الشيخ مبروك، بيفسر الامور حسب هوا العمده مش حسب الحق. ايوه صح عندك حق، هما الناس لما بيبقوا مبقوقين من العمده وعمايله بيطلعوا غلبهم في بعض وبيعضوا في بعض كمان، لكن هما في الاصل غلابه نفسهم يعيشوا مستورين وهمهم بس ان هما ياكلكم اللحم اللي قاعد في رقبتهم. لا يا حبيبتي، الناس دي مش غلابه، الناس دي تستاهل الظلم وكل اللي اتعمل فيهم، عشان كل واحد فيهم عارف الحق بس ما بيعملش بيه، ويعرف الصح بس سدد ودانه مش عايز يسمعهم. ايوه هما كده صح. انتي عارفه يا فاطمه انا بقيت كده ازاي؟ ما تاخذنيش يعني يا ست، قصدك ايه ببقيت كده دي؟ انا هفهمك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا زينب؟ ايه يا حبيبتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا جمورة؟ هي فين امك؟ امك يا حبيبتي راحت مشوار صغير كده وراجع طوالي. طب هي فين؟ هي الظاهر والله اعلم راحت عند ابوكي. وابويا فين؟ هو هيجي مع امه فضنا؟ يا رب ربنا يجيبهم مع بعضهم التنين يا بنتي. لا، اللي حتاجي دلوقت أما فاطمة بس. وعلى ما تاجي أنا راح أحكي لك حجية وحلوة قوي راح تعجبك خالص. وقبل لا نحكي نصلي على كامل النور ونقول إيه؟ عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحكاية يا ستي حكاية بلدين فيهم ملكين، والبلدين دول جار بعضيهم. الملك الأولاني بتاع البلد الأولانية كان رجل ظالم وما فيش عدل في حكمه أبدا، وبيكره الناس اللي في مملكته، هم كمان لازم يكونوا إيه، بيكرهوه برضو، هيحبوه ليه؟ أما الملك الثاني كان عكس الملك الأولاني على طول الطريق، كان رجل عادل وبشوش
ويحب الناس اللي في مملكته كلهم. هما كمان كانوا ايه؟ بيحبوه برضو. لا يا حبيبي. أمك لو كانت عايشة كانت حكت لك علينا. أمك كانت تعرفنا كويس أوي. كانت حكت لك عن الأيام والليالي اللي كنا بننام فيها من غير حتى ما نلاقي لقمة لو حتى من تراب. أنا يا فاطمة أمي كانت بتغلي المية وتحط فيها الحطب عشان تفهمنا إنها بتعمل أكل عشان تصبرنا. هو الغلب بس ما سابش مني يا ربي لغاية ما جه حد وقال لأبويا بنتك بقت حلوة وزي القمر. إنه في واحد صاحبي شافها وعايز يتجوزها. عارفة صاحبه ده؟ كان أكبر مني بـ30 سنة. كان راجل متجوز ومخلف. وما كانش عايز حد يعرف إن هو هيتجوز تاني. اسمه كان صاحب مركز كبير وغني أوي. كان الفقر والجوع أقوى من كل حاجة يا فاطمة. اتجوزته وشفت معاه اللي محدش شايفه. وفضلت الناس تاكل في وش أبويا في الرايحة والجاية وتقول ده الراجل اللي باع بنته اللي باع لحمه وعرضه. قالوا له الكلام يسم البدن لغاية حبة عيني ما مات من الحسرة. مات من الناس اللي كانت شايفانا بناكل كل يوم العظم ونشرب شوربة الحطب ولا حدش فيهم قدر مرة يمد ايد بالمساعدة ولو حتى بكلمة طيبة. كلهم بقوا وعظة. كلهم بقوا بيقولوا ان لابوي عمرو ده عيب وحرام وحد الله بينا وبينه. المفروض ما كانش يعمل كده حتى لو كان هيشوف ولاده بيموتوا قدامه من الجوع والبرد. عشان كده قررت ان انا ارجع واخليهم يدوقوا ويشوفوا نفس اللي عملوا فينا. عايز اشوفهم هيعملوا ايه لو اتحطوا في نفس الظروف. والله انا ما عارفه اقول لك ايه يا ست، بس انا ما يهمنيش البلد عملت ايه ولا حتى ايه اللي هيتعمل في البلد ولا حتى فكرت ان امد ايدي لحد. كل اللي انا كان نفسي فيه ان انا اما اطمنه وانا واخده عيالي في حضن وابو العيله يفضل مضلل علينا ومحوطنا بدراعاته. نجوع بقى ما نجوعش، ناكل ما ناكلش، نموت حتى من البرد، كل ده مش مهم. كل اللي انا كنت عايزاه ان انا ما اطمنه وانا مش عامله اي اعتبار لاي حد. القوي بس هو اللي بيعرف ينام وهو مطمن، لكن الضعيف عمره بينام وهو مطمن. ده اذا جاله نوم اصلا وبيتحاسب على كل نفس بيطلعه. لكن القوي يعمل ما بداله. ايوه عندك حق. انا حاسه اسمحك يا ست روي، أنا لازم أمشي قبل ما أذن الفجر يأذن والشيخ محمود يصحى عشان يصلي. قال أنا سايبة الباب مفتوح، خفت يعني لخبط وأنا راجعة صحي لأهل الدار، وبعدين لو جم شوية هوا كده ولا كده ممكن يفتحوا الباب. وأنا هجيب كده هيفضل فوق راسي طول عمري، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا هيقعده لك في دنيتك وفي آخرتك بعد عمر طويل. فوتك بعافية. وكل حاجة وحش لا يحصل.
بيحبها يا حفيظ، عايزها هي مش واحدة غيرها، ولو جبتي له ألف واحدة غيرها هي فاطمة اللي معششة في دماغه وقلبه. ده هو ده العشق يا بيت، هو ده العشق بعينه يا عتمان، ولا العشق بقى بتاع الأغاني وأفلامات السيمة. يكون إيه الهلفوتة والعيلة دي عشان ينام في حضن الجمال ده كله؟ يا ترى يا عتمان حبيتني ولو نص الحب اللي حبيته لبيت فاطمة دي؟ بس لا، حب إيه؟ عتمان ما بيعرفش يحب، ده طمعان في جمالي. ما تضحكيش على نفسك يا حفيظي، محدش يعمل العمايل دي كلها إلا إذا كان بيحبها. يعني فاطمة دي لو دخلت الدار هتركب الكل وهتدلدل رجليها كمان. صباع رجلك يا فاطمة؟ لا صباع إيه؟ ضوفر رجلك بعشرة من اللي متلقحة جنب دي زي الشوال كده. يا عتمان بحبه. أنا سايبك براحتك يا فاطمة، بس قولي لي عاد، أنت ليه عملتي كده يا بنتي؟ يعني تولعي في دارك وفي نفسك النار، تضرب نفسك بالسكين، ليه يا بنتي؟ ليه؟ تعبت، تعبت يا شيخ محمود وقلبي بيتنفض جواي. خلاص مبقتش قادرة أتحمل، وخايفة أسيب البلد دي وأروح بلد تانية ألاقي الناس هي الناس. وليه يا بنتي؟ تروحي بلد تالتة ولا بلد رابعة ليه؟ ما ترمي حمولك على الله يا فاطمة، ده رحمة واسعة. دي مصيبة إيه بس دي يا ربي اللي أنا فيها؟ خبر إيه يا فاطمة؟ يا بنتي ما تقولي فيه إيه وغوشتيني. أنا عايزة أمشي من البلد دي من سكات، تغر البلد دي باللي فيها. يا رب يا رب عشان خاطر حبيبك النبي تنجيني أنا وجوزي وعيالي، وتبعد عننا كل شر، وتعمي عننا عيون عتمان. اللهم أمين يا رب العالمين. المهم طمنيني يا فاطمة على أبو العلة، مش بخير برضو وكويس؟ أبو العلة بخير الحمد لله، بخير. طيب الحمد لله، والحمد لله كمان إني جلبيتي جت مقاسك. يلا أروح أنا ألحق صلاة الفجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا أنت وإيه اللي صحاكم؟ يلا يا عيال عشان تناموا. يلا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. السلام عليكم. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قاضي، اجبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. مرحبا يا شيخ حسان، والله طيب انك جيت تصلي. لا وايه عاد جاي تصلي الفجر؟ حاضر كمان، ده انت يكسروا لك زيري يا وكلهم. يا يود مالك يا حسان؟ مش كويس انت؟ لا يا شيخ، لا انا مش كويس، انا تعبان، تعبان بالقوي، تعبان ومش عارف انام، وعليا مش عايز اتغفل، مع اني بغمضهم يا شيخ، بغمضهم على طول. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه يا حسان إيه اللي حصل يا ولد؟ ربنا غضبان عليا يا أبا الشيخ. إيوه ربنا مش راضي عني، زعلان مني. بس أنا يعني كنت هعمل إيه يعني؟ ماني مفيش في إيدي حاجة، أنا غصب عني، أنا مخنوق يا أبا الشيخ، مخنوق قوي.
وقلبي وجعني من جوي ولساني معقود مش عايز ينطق. فكوا يا ولد، فك لسانك وقول. وتلاتة بالله العظيم يا حسان، كل اللي هتقوله ما في حد هيسمع بيه يا ولد، قول بس. ما هو لو ما حدش عارف حاجة يبقى أنا ما قلتش حاجة، والنايبة إن لازم للناس كلها تعرف اللي أنا عايز أقوله ده، عشان ربنا يبقى راضي عني زي ما هو عايز إني أقول الحق. بس أنا مش قادر، أنا عايز أقول بس مش قادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه يا ابو الشيخ، ايواني الشيطان الرجيم ده بذات نفسه، قال الشيطان الاخرس السجد عن الحق الله يلعنه. طيب بس استهدى بالله، استهدى بالله يا حسان، وقوم صلي لك ركعتين كده لله تصفى. مش متوضي انت؟ قال يا ابو الشيخ بصحيح، ربنا يغفر الذنوب كلها كلها كده. مالع ربنا غفار الذنوب جميعا الا ان يشرك به. بس خلي بالك عادي يا عم حسان، الشرك بالله مش معناه انك انت تعبد حد غيره، ولا يعني انك تحط حد تاني معاه في الميزان. عشان كده لازم يبقى خوفك من الله اكبر بكتير من خوفك من المخاليق اللي زي عثمان وغيره، وخوفك من قهرهم ليك يا ولدي. عشان كده سيدنا النبي قال ايه؟ عليه الصلاة والسلام: اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اتفضل يا جناب المأمور، اتفضل كده بقى، وصلك حقك كامل مكمل. ايه ده يا عمده؟ ده كده يبقى اقل من المره اللي فاتت. ايوه، ما هي الارض ما رميتش محصول قد كده. وبعدين تصدق بالله سعر الكوسه والبطاطس بقى في النازل، انا ما رضيتش ابيع بخساره. تصدق انا عندي محصول يامه ما رضيتش ابيعه، قلت وابيع بخساره ليه؟ يتحرق المحصول. عارف انا لو كنت حسبتك على الخساره دي ما كانش وصلك ولا نص المبلغ ده. بس انا قلت يعني جناب المأمور ملوش صالح بالموضوع ده، كفايه قوي ان هو مستأمني على ارضه، دي برضه تسوى كتير. بس انا كده مش مبسوط يا عمد. ان جيت للحق بقى يا جناب المأمور، انا اللي مش مبسوط. ليه بقى يا سيدي؟ يعني بقى حته بلد زي دي كلها على بعضيها كده ما تجيش كام متر ونص، يزوخ فيها الواد ابو العيله كده ولا حس ولا نفر، زي الواد محروس اللي قبله المجرم ده. ما احنا فتشنا البلد كلها ما لقيناش لهم اثر، اكيد خرجوا بره البلد. ايه ايه، وابو العيله ده هيخرج بره البلد يروح فين داهيه؟ ده لا اب ولا ام ولا خال ولا عم، ده لولا اني كنت بعطف عليه كان زمانه مات من الجوع. ما تقلقش يا عمدة، هنجيب. ايوه ايوه، ما انا سمعت برضو الكلام ده قبل كده ايام الواد محروس. وبعدين بقى يا عمدة انت كده بتغلط. لا لا لا، اني ما اقصدش يا جناب المأمور، ده انا بس بفضفض معاك يعني من عشمي، ده انا بحبك. ماشي يا عمدة. ايه ايه، رايح فين؟ عندي مشوار مهم لازم الحقه. مش هنتغدى سوا؟ لا مفيش داعي. اياك ما تعرف تصرف منهم مليم واحد، كل ده تعب وشقاي. جاهز اهو. ايه ده؟ انت رايح فين يا ابو العيل؟ انا خارج. يا لهوي بالي كده في عز النهار؟ انت ما انتش عارف ان العمده طالق الغفر في كل حته؟ ما يطلب
انا هروح اخد امي وفاطمه والاولاد ونهجم البلد دي كده في عز النهار. اهدى، اتجننت ولا ايه؟ امال اعمل ايه بس يا حنين؟ تعمل اللي هقول لك عليه. انت تقعد تاكل وتستنى اما الليل ينزل وتقول لي انت عايز ايه بس، واني هروح لك لفاطمه فريره اقول له. النبي اي والله بتي حنين يا نعمه، هي ست راويه بتعمل ويانا كده ليه؟ ايه مش واخد عليها يعني في الكرم دي ولا الحنيه دي؟ طب ما انت واخد بالك اهو. واخد بالي من ايه يا بت؟ من اللي انت فاهمه بقى. قصدك يعني انها يعني كده الست راويه معجبه بيك من زمان يا ابو العيله، من ايام الطاحونه اللي تهد حالي من المروح والمجي مني، بس انا عارفه ان كل دي سهوكي. لا والله. اي والله. طب وشمعنى انا يا بنت؟ اهو القلب وما يري. قلب وما يري؟ ولا تكونش قالت لي في حاجه كده ولا كده؟ وتقول انا ليه؟ اني في الاول ولا في الاخر خدامه عندي؟ اني لازم انا هنجي واسيب البلد دي. ده حر بقى يا اخوي، تعمل اللي يلد عليه. بس هو مقامي سايح، تخلي بالك من فطني. تهمي بقى يا بنت عشان تمشي ساعة تلبسي في هدومك. هي لهو يا مستهوي يا خرابي يا عرابي. ايه دي؟ في ايه؟ هو انت تاخد غرضك وتزقني على بر؟ في ايه يا عمد الله؟ ايه يا بنت انت هتستمر معايا ولا ايه؟ وبعدين بعد كده ما تبقيش تحط الريحة الغامقة اللي انت حطاها دي. عيني علي، ريحة ايه عشان احطيه؟ وانا حلت ريحي؟ دي ريحة الجلة اللي في الزريب. يبقى بلاش الريحة اللي بتطلعيها دي، ما تطلعهاش تاني. عارف يا عمدي؟ مش عارف. وانت بالسروال بتسوي الهوال. ايه الكلام دي؟ اجيب لك حفيظي؟ بس يا بنت عيب. لا اجيب لك حفيظ. لا اختشي بقى، بلاش قلة قيمة. طب بقول لك ايه؟ كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا اختي. يعني العيدية. عيدية ايه يا بنت؟ ايه الطمع دي؟ طمع؟ ليه؟ كنت اخدت ايه اولاني عشان اطمع في التاني؟ ما تجيب العيدية. ايه انت بتاخدي وتنكري؟ اخدت ايه منك يا عمدي؟ ايه؟ يلا يا بنت امشي بقى يا بنت. طب بقول لك ايه، بلاش، انا عارفاك ايحة وشح، مش هتديني العيدية. ما تجيب بوسة. لا. ليه؟ كده اهو. طب انا عايزة بوسة. لا انا بعد كده ببقى عرفان من نفسي. واني قرفانة منك بس عايزة. طب غوري في داهية بقى، مش ناقصة قرف. لا بوسة. بقول لك ايه؟ بوسة. إيه؟ يا بنت عيب بقى اختشف. عشان انا ما بحبش كده. اهدي. عمدي. بقول لك ايه، هديك على وشك انا اخبطهولك. اهي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ زق ايه؟ ايه يا اختي؟ زق ايه؟ ازقني يلا عشان اطلع بره. زق ايه ايه؟ ايوه. لا ممكن اديكي خنيه. يلا من هنا. اللي يجي منك حلو. يلا غوري بقى. يا بنت بس بقى. زق ايه؟ يا بنت اختشي بقى. زقني زق ايه؟ ايه قلة القيمة دي؟ يخرب بيت ملامحك. ما انا اللي بجيبه لنفسي. ايه والله انا عمال ارمرم يمين وشمال. فينك يا فاطمة؟ أحلى حلاوة. أحلى واحدة في الكفر كله. انت بتعمل ايه هنا؟ ايه يا عمدة سلامتك؟ ده بيتي. انت مش مفروض تكون في الجامع. خبر ايه يا عمدة؟ ياك العساكر والغفر بتوعك تعبوا من التدوير والتفتيش على ابو العله،
قلت تاجي تدور بنفسك؟ دخل علينا الدخله الواعره دي. لا يا اخوان، عساكر بتاعه والغفر ما تعبوش ومش هيتعبوا ابدا، وهيقلبوا البلد دي فوقاني تحتاني لحد ما يطلعوا بيه، وانا بقى ادخل مكان ما يعجبني في الحته اللي تعجبني وقت ما يعجبني. يدخل في المكان اللي يعجبه في الحته اللي تعجبه وقت ما يعجبه. ايوه، في الحته اللي تعجبه يدخل. عايز اشوف فاطمه. عايزها ليه يا عمدي؟ وانت مالك انت عايزها في ايه؟ عايز اتحدث معاها في كلمتين يا عمدي. الكلام ده ما يجوزش ولا يرضي ربنا. البيت في حريم طالعه نازله ونازله طالعه. يعني واقف اهو عايز اشوف اللي طالعه نازله واللي نازله طالعه، مش شايف حاجه. يعني هو يا عمده، لا مؤاخذه يا شيخ محمود، اصل عمده جايه لاني. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. استغفر الله العظيم من كل صنف. وسع. نعمين يا عمده. ايوه ايوه. ما تهوينا يا واد التوهو. هوا هوا يلا. ده ايه الغلب دي؟ ايوه كده، انت كده فهماني، بس لو تفهميني. خير يا عمدي؟ خير ايه؟ ايه يا بنت مالك؟ مالك كده يعني عماله تحلوي ولا على بالك؟ حلوي ايه وزفت ايه؟ فيه ايه يا عمدي؟ فيه ايه؟ فيه ايه؟ يعني عايز اقول لك ما تجيب من الاخر يا اخويا، ده انا فاكرك جاي تسالني على ابو العيله. ابو العيله؟ وانا يعني هسالك انت على ابو العيله؟ وانت لو عارفه ابو العيله فين هتقولي لاني؟ هتكذبي طبعا، بس انا بقى هوقعك في الكلام. وهتوقعني في الكلام ازاي يا عمدي؟ قول ابو العيله كده. ابو العيله؟ ايوه. قول عثمان. عثمان؟ يا سلاسل طالعه من حنكك سلاسل ذهب، قوليها كمان مره بس بحنيه. ما توقعي ايدك كده يا عمده. يا بنت فهميني، والله لو فهمتيني هتعيش عيشه غير العيشه، لو تحس باللي انا حاسس بيه وتفهمي اللي انا فاهمه. ايه يا بنت مالك؟ لو هوبت بايدك ناحيتي تاني يا عمده هصوت ولم عليك اهل الكفر كده. خلاص، وانا يعني مش هعرف اجيبه؟ لا وحياه امك لا اجيبه، واجيبه تحت رجلي كده يبوس الرجول والايدين، وانت تيجي ورا منه تبوس البوز ذات نفسه. اه يا بلد. ماشي. يا بنت هي فاطمة الحكاية دي؟ حكاية دي؟ حكاية العمدة اللي معيش يسألك على أبو العلي. عايزاش تقولي لي براحتك، بس انا بقول يعني جايز لو فضفضتي لي ترتاح يا بنت. يا شيخ محمود، اللي عمده عايزه ده ما يخطرش على بال حد، ده كلب ولا يسوى. صدق يا شيخ محمود، الراجل الخسيس ده عايز يطلقني من ابو العيله غصبانيه عشان يتجوزني هو. تصدق قالوا انت قلب تسالني مالك نفسك هين عليكي ليه كده يا فاطمه؟ انني لا طايقه نفسي ولا طايقه الكفر كلات ولا طايقه الناس. انا تعبت تعبت ومش عارفه اتصرف ازاي يا شيخ محمود. دبرني أعمل إيه مع الخسيس دي؟ حد يقول لي يا ناس؟ يا ناس حد يفهمني؟ أنا تعبت يا شيخ محمود، تعبت. ربنا العلي القدير قادر على كل شيء يا فاطمة يا بنتي، وارمي توكالك على الله.